خلينا نبدأ المحاضرة النهاردة بالمشاكل اللي عند جو. يلا جو ابدأ. انا عندي مشكله دلوقتي مثلا في الشاليهات. حلو، افتح الصورة وريني. انا ابعت لي الصورة. هوري حضرتك دلوقتي. ثانيه واحده، هو فين ده؟ المفروض ان هو البلاني. تمام، أنا تمام، بكده ابتديت التزبيط. المفروض ان الشاليه عندي 12 متر. أوكي. 12 متر عندي دي غرفه نوم، وده مطبخ، وده حمام، ودي صاله. اوكي ماشي. جميل، انا قفلته وعملت البلوك اللي حضرتك شايفه ده كده بصراحه. طب هو الفتحات بتاعتهم مين رايح فين؟ ما انا هقول لحضرتك بقى، تمام. ده دي هي دي طرقة كانت صح؟ المشكله اللي عندي. انا عندي الشاليه المفروض كله من اول، من البوينت دي لحد البوينت دي، تمام. كل ده كده مفتوح، المفروض كل ده كده المنيوم، ماشي. جام والمنيوم، والناحية تمام. التانية نفس القصة. لا، الناحيه التانيه مقفول، الناحيه التانيه بالك عادي طب هو يعني سؤال من بس، هنا. يعني سؤال بس، يعني هو مفتوح من بره الومنيوم ومن جوه برضك الومنيوم صح؟ واللي في النص دي طرقه صح؟ لا انا لا 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 شايف حضرتك الخط الابيض ده، تمام. الخط الابيض ده المفروض هو من هنا، الخط الابيض ده لحد هنا، تمام. الحته دي كلها كده دوت، يعني مكان الخط الابيض ده كده هو ده الالمنيوم. ماشي. انا في صوره ممكن ابعتها دلوقتي على الجروب برضه عشان حضرتك تفهم ابعت قصدي ايه. ابعت. طيب ايه المشكله اللي واصله عندك؟ ابعت على الجروب وانا هعمل شغل. المشكله ان انا باجي اعمله ما بيظبطش، ما بيفتحش الفتحات اللي انا عايزها. طب ابعت بلاقي ان هو الفايل. طلق فرغ لي المكان. لا افتح، ابعت الفايل، ابعته لي على الواتساب حالا هو والصور. تمام، ان دوت يعتبر هي الموضوع كله فكرتي انا، يعني شايف حضرتك التصميم ده بالطريقه دي كلها، دي كلها فكرتي انا. اوكي. حلو، الهدف منه ايه؟ الهدف ان دوت يعتبر حاجه، تمام، شاليه بيتباع كامل، يعني انت هتاخده تقعد فيه على البحر بقى، في مزرعه، في مكان، اي في حته. بتاع. ده الموضوع، ده الموضوع كله. بس ليه السلمه دي مرفوعه عن الارض يا هشام؟ لا، هي عشان الرسمه، يعني البتاع ده مش اسمها اكزاكت قوي. ليه؟ لا دي ليه ليه اول مرفوعه؟ سلمه دي؟ انا خدت بالي منها برضه، هي مش عاملاه يعني. دوت برضه لسه عليه تعديلات كمان، حتى كمان التاكسيه اللي بره دي كمان عليها تعديلات. طب انت بعت انا الفايل على بعت لحضرتك الواتساب؟ الفايل، اوكي. بعته على الواتساب. بص انت عندك هي المشكله، لو هي في التفتيح ممكن يبقى في اسلوب تاني مختلف عن بروبوليوم لو انت فاكر، اللي هي موضوع 2 دي. يعني مثلا انت جيت هنا كده وفتحت الفايل بتاعك اللي هو ده الفايل بتاعك تحديدا، يعني انت هنا الجزء ده اللي انت عايز تفرغ فيه صح؟ طيب انا هعمل الت كيو عشان اشوف. طيب هو سؤال بس، التخانه دي كلها ليه انت هتحفر فيها؟ هقول لحضرتك، هو دلوقتي في البتاع ده مشكلة عبارة كمان. عن لا استنى، وفي ايه؟ مشكلة كمان، أنا عايز أعرف هي دي ليه كده مبيضة كده؟ يعني في إيه المشكلة اللي حصلت معاك هنا خلت دي إن تبقى فيها كسرة كده؟ هي دي ممكن يكون في خطين فوق بعض مثلا ولا حاجة، ما خدتش بالي. ممكن. وارد. تعالى كده، أدي هنا الأدي الإكسترود، وأدي هنا الإس بي لاين، وهو دبليو ريكتانجل أصلا. ماشي. وهنا في حاجة برضك، طب هات الإس بي لاين أهي. يا راجل مش احنا اتفقنا ان البوينتس الزياده دي هتشيلها؟ يعني دي ملهاش لازمه مثلا، اللي هما الاثنين دول ديليت. تعالى نشوف هنا، وفي برضك هنا نقط، ده الكلام ده احنا اتفقنا عليه خد بالك من البدايه اصلا. يعني البدايه ان انت عندك لو في اي حاجه، وبعد كده دي مش ستريت لاين، يعني اعتقد دي فيها زجزاج شويه، مش نازله ماشي. هو كل حضرتك ده دبليو ار ريكتانجل، يعني مش ما انا عايز اعرف هو عامل لي كده، اعتقد راحت يعني خلاص. راحت. خلاص. طيب انت دلوقتي التفريغه دي، هو اصلا انت في عندك حاجتين، لو انت عايز تعمل بروبوليان فالكلام ده وارد وممكن تعمله. انت عايز تروح تشيل الحته دي كلها ولا عايز تشيل يعني انا اجزاء؟ عايز لا يعني انا مثلا عايز اشيل من الايدج اللي هي عند الحته الكبيره اللي هي الصاله مثلا على الشمال دي، دي من كلها. اولها مثلا لحد المطبخ. طيب يعني انت مثلا انت عايز تشيل من هنا اهي، يعني هي القصه كلها في بروبوليان خلي بالك، يعني هنا اجي هنا فيرتكس من هنا صح لحد هنا وكده صح؟ لا، الناحيه اللي هناك بقى، الناحيه اللي هناك انت عايز تشيل من زي اول هنا الصوره يعني. اللي هي زي دي كده صح؟ دي كلها لازم تبقى جام، وارجع بعد كده اعمل حته بالك، بعد كده افتح حته ماشي تاني ماشي جام. حلو. يعني انت عايز تروح تفتح دي كده كلها صح؟ احنا اتفقنا دي لازم تكون معديه، يعني معديه يمين وشمال او جوه وبره بيمتر تكنس.
انت يعني يا على دوبك فكرة انت قول سمعت. على فكرة انا لما جيت عملتها بروبوليون كانت واجهتني مشكلة تانية، ايه لان انا عندي، انا دلوقتي ما عنديش اماكن دخلات للاوض، تمام؟ يعني انا، يعني انا عايز اسيب برضو ممر، لان الاوضه المربع اللي هو جوه ده دي اوضه نوم، فالمدخل بتاعها من قدام المطبخ من هنا، تمام؟ يعني شايف حضرتك المطبخ هو مش مطبخ، يعتبر ان هو تحضيري، يعني طب هو انت ليه، حته صغيره بس من طب ايه؟ انت ليه ليه ما اشتغلتش 2D؟ يعني انت ايه اللي يعذبك في الكلام ما هو ده؟ ده كله 2D، هو ده مش، ده مش لا 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 ما كله اقصدش، ده بيوري يعني ريكتانجل. اقصد هقول لك احنا جينا خدنا برضك من ضمن الحاجات حاجه ياخد دي كده خلاص، وده جنب او ده الجنب كله اهو، انت خدت بالك؟ وده ك2D. انت عايز تعمل ايه؟ عايز اعمل مثلا فتحه من هنا لهنا، من اول هنا مثلا، من اول هنا لحد الجزئيه دي خلاص. انت يا دوبك انت هتعمل، لو انت جيت عملت هنا اتاتش ده على ده، ما ركبوش فوق بعض على فكرة، شايف حضرتك في مسافة تحت اف 3 دي. ما انت هتاخد بقى 2 دي اللي هنا اهو، شوف هنا 2 دي ده اللي هو ده، واجي هنا رايت ليك، وهاجي اطلع بيه هنا في الواي، هاجي اخليه هنا زيرو بقى، الاثنين راكبين على بعض. يبقى انت بالنسبه لك كده انت هتاخد دي كده، يا دوبك انت هتعمل هنا اتاتش، لو حد فاكر يا هشام هتعمل هنا ال سبلاين، وتعمل هنا اتاتش. هشام انت هنا صح؟ اتاتش، وراح جاي واخد دي تمام. كده خلاص. انت يا دوبك لو انت رحت عملت هنا ادي اكسترود خلاص، يا ثلاث الدنيا بقت فارغه عندك. بص انت نسيت اتاتش دي، طب لا، طب ممكن، طب ممكن اطلب من حضرتك طلب، قول ممكن نرسمه مع بعض؟ يعني ممكن انا وانت حضرتك دلوقتي نمشي ستيب باي ستيب، نرسم الشريط ده كله مع بعض. نرسم ما فيهاش مشكله، انت انت كده كده معاك البلان، بس انا بحاول احل لك فكره الكتله دي او فكره ان انت ما تروح انا، تفتح دي، انا بس مش قادر ما انا استوعب. هقول لحضرتك واحنا شغالين، انا هقول لحضرتك واحنا شغالين ايه المشكله اللي انا عايزها وايه اللي ما عرفتش احله، تمام؟ طيب يعني خليها، طب خليها بصفه مبدئيه كده، الفرق ما بين بروبوليون وما بين دي كده لسه ما زلت عندك فيها مشكله؟ لسه عندي فيها مشكله، لان انا لما باجي اعمل البتاع ده، تمام؟ شايف حضرتك هو، هي هنا مثلا، هي ورا هنا، ده مكان ده، ده مثلا، لا ثواني، الصوره دي مش هي دي اللي انا، لا الصوره دي فيها حاجه، لا ثواني، لا مش دي الصوره اللي انا اقصدها، ثواني هبعت لحضرتك اوكي الصوره تانيه. ابعت. طب هو في طريقه تانيه غير، غير بروبوليان وغير ال، غير ال انزل بس، بتاع ده انزل عشان اقص بيها؟ كمل بس الاول اهي اهو الثاني. اهو ايه الاحراج ده يا مصطفى؟ مش عارف والله، ما كانش بيقطع معايا كده من اللازم. طيب خلاص يبقى انت كده عملتها. هو بقى كان ممكن يبقى كان بيعمل ايه؟ بص كده بقى معايا دي واحده، استنى بس اديني ابروف بكده زي ما انت، ما تتحركش بس. وعلى فكره ابروفال انت وعلى فكره انت عندك غلطه هنا اهو كده كمان. يعني ايه ايه الغلطه اللي هنا في كمان القطعة دي؟ الأولانية، لأن أنا كده دخلت في الحتة اللي جنبها. يعني انت عندك القطعه دي شايفها، انت مزود كمان واكل من اصل الحيطه، يعني المفروض انها ما تعديش الكلام ده خلاص. أيوه هو فهي الفكره كلها نفس القصه، لما انت كنت تعمل الحته دي مش عارف انت شايف مشاوره الماوس بتاعتي ولا لا، كنت انت مدخلها على اصل الحيطه، فدي كانت مشكله. انت معايا ولا فين؟ لا ما حضرتك، أنا أروح فين؟ طيب كده انت حليت اول مشكله. كده بس انا، انا عايز ايه، عايز حاجه واحده بس من حضرتك، تمام؟ قول اللي احنا نرسمه مع بعض تاني، تمام؟ حلو، ونحط عليه الماتيريال، يعني انا عايز، عايز ريفرنس نحط، كده ان انا ايه. مش انت كده، مش انت كده، مش انت كده رسمته؟ انا كده، هو كده اترسم خلاص. طب انت ايه الماتيريال اللي انت عايز تحطها؟ جرب كده يلا. يعني انا عايز احط، انا عايز احط مثلا خارجي، تمام؟ عايز احط له خارجي مثلا ستانلس ستيل. اعمل اللي انت عايزه. فين فين استانلس ستيل الواجهه الخارجيه كلها ولا حته معينه؟ لا كلها داير مدار. طيب بص انت انت خلاص، انت خلصنا كده ايه بروبوليان يعني، وخرجت من الامر. فانا هاجي امسك الكتله دي كده، واجي هنا كده للماتيريال. احنا خدنا الماتيريال دي والماتيريال دي صح؟ لا احنا خدنا واحدة بس اللي هي تحت. اللي تحت ايه؟ ايوه اللي هي اللي تدوس على ماتيريال دي، تدوس على اول واحدة دي. تمام، ما خدناش السليت ماتيريال صح؟ الايه؟ السليت ماتيريال اللي هي تاني واحده اللي هي دي. لا لحد علم انا، لا ممكن يكون الشباب سابقني بحاجه، الله اعلم. لا مش سابقينك، ما انت موجود معانا وانت ما غبتش. طيب بص انا هاجي اخد دي كده، وهاجي اقول له هنا كده من ديفيوز، هخلي هنا ده درجه لون اسود اهي. بص اهي كده، واجي اخلي هنا الريفلكشن عندي، خد انا قلت له اوكي، خلي هنا الريفلكشن مثلا عندي ابيض. عايز استانس يعني غامق ولا فاتح؟ لا لا لا، لون السيلفر يعتبر، هو لون سيلفر. خلاص تعالى هنا احنا نديله بس هنا درجه ابيض، وممكن اخلي دي جراي مثلا فاتح شويه كده مثلا خلاص. والجلوسن زي ما هو هخليه واحد واشيل الفلاسن.
احنا بنسجل اساين. ولا مش؟ كده بسجل خلاص كده اساين وشوف كده في مشكله عندك. عايز تقلل اللي هي قيمه الريفلكشن خلي دي كده هنا ايه بوينت مثلا ايه شايفه، وتيجي تنزل من تحت كده على الايفكت اللي هو البي ار دي اف ده، تيجي تختار من هنا اللي هي الوار اللي هي بتاعت المعادن او الستانز او كده. وصلت؟ انا مع حضرتك كده تمام، بس طيب انا دلوقتي عايز اشوف بقى في الفاين في الفينش مثلا، انا عايز ادخل احط الاليمنت مثلا اللي هو الالمنيوم بالجام اللي جواه واركبه عليه. طيب ما هو ده هيتطلع عشان انت تشوف بقى الانفايرمنت كلها، لازم يكون في كاميرا، ولازم تكون حاطط لاندسكيب، لازم تكون حاطط من جوه حاجات. هل في فايل انت عامل فيه كده؟ لا هو ده بس، طيب ما انت لازم عشان يقدر يديك انعكاس زي الصوره اللي انت كنت باعتها لي، يعني ما انا لازم ممكن يكون اعمله كاميرا. هو ايه المشكله؟ انا ممكن احط له دلوقتي كاميرا لا. طب من وفين بره. الاكسسوار، فين الاكسسوارز اللي بره، وفين اللايت بتاعه، فين الانفايرمنت لايت، فين الشمس، فين السماء، فين الانتيريور لايت، فين كل المحتوى الداخلي فين؟ يعني انت هترندر دي عشان تشوف الايفكت بتاعها، هتشوف الايفكت بتاعها بناء على ايه؟ يعني لازم يكون انت عايز تشوف الايفكت بتاع الالومنيوم نفسه مثلا؟ لا انا عايز اعرف ازاي احط الالمنيوم في الحته اللي انا فرغتها دي. يعني انا فرغت دلوقتي الحته بتاعت الصاله، عايز احط الالمنيوم، عايز احط القطاع بتاع الالمنيوم اللي هو مثلا هو 0.8 ولا 2 مللي تمام، بالعرض بتاعه 7 سم، بالفرزه اللي جوه ال 2 سم بتاعت الجام تمام، ال 2 سم بسمكه الجام نفسه اللي هي 10 مللي زي ما انا عامل مواصفات. طيب ماشي، فين بقى فين المشكلة في اللي انت بتقوله ده؟ هل في التركيب ولا الماتيريال؟ لا ازاي احطهم اصلا على الشاليه نفسه انا مش عارف تمام، وازاي اجيبها من الماتيريال. لا انا مش فاهم يعني ايه تحطهم على الشاليه مطلع. يعني دلوقتي انا فاتح اول ماتيريال مش عارف هي فين تمام، ومش عارف احطها ازاي. يعني شوف حضرتك هنا مثلا شايف ده تمام، الحته دي تمام فين اللي هي فين الفراغ اللي فين هي الفاضيه دي، فين الظرفة الالوميتال اللي انت هتعملها؟ هنا ايه الظرفه هتكون هنا كده. ايوه فين هي عشان احط لها ماتيريال؟ ما هي ايوه، ما هي فين بقى؟ انا مش عارف هي فين. ما ترسمها يا مصطفى، يا اما هترسمها يا اما تجيبها جاهزه. واجيبها جاهزه منين بقى؟ هقول لك بص، انت في عندنا حاجتين، كانسل دي اهي خلاص. انا معايا مثلا الحته دي كده، احنا في عندنا ها حاجتين، كان في عندك اللي هي الدورز والويندوز، او تجيبها من المكتبه اللي انا مديها لك. ادي الدورز وادي الويندوز كمان عندك تحت. فين الويندوز؟ والله ده انا محتاج مثلا واحد يكون سلايدنج اللي هو ده. حلو، انت هتيجي تاخد من هنا كده بالسناب، هقفل هنا الاوتو جراد اهي، وهاجي اخد مثلا من هنا كده، هاجي اخد فيرتكس اهي، وهتلقط من هنا لحد هنا. شايف حاجة؟ شايفه؟ لا انا بس ده كده عامله بالعرض، يبقى انت هتضطر، انت ممكن تيجي كده يا مصطفى تعمله بره، خدت بالك؟ واجي اعمله هنا كده روتيت، يعني ممكن اجي اعمله هنا روتيت، اعمل الت كيو كده اهي. بص انا مش عارف اتحرك عندك قوي، الدنيا بطيئة بس شغالة. تعال هنا دي كده اهي. الفايل، يعني ممكن نعمل الكلام ده عند حضرتك اسرع. طيب بص، انت عندك هنا ده اصل الفايل اللي هو كان بيتكلم عليه، كانت اللي هي الحاجه الانضف اللي انا كنت بتكلم عليه. لو انا شخصيا اشتغلتها يا وجو هشتغله كده 2 دي، شايفه بالطريقه دي كده، عشان عايز اعدل، عايز اغير يساره مثلا مكان الباب او الشباك وهكذا. انما بروبوليان مشكلته الوحيده ان انت لما هتيجي تعدل هتقابلك فيه ازمه عندك، خدت بالك؟ انت معايا؟ لو جه العميل عايز يغير حاجه، لو انت عايز تتكلم معاه في حاجه مش هتنفع يا جو. فانا هاجي اخد مثلا حضرتك هنا، حاجه اخد ده الجنب مثلا اهو، خدت بالك اللي هو ده دي الفتحه اللي انت عايز تعملها خلاص، وانت قررت خلاص انت مش هتستخدم بروبوليان، فانت عايز الجزئيه دي خلاص. فانا هاجي لدي كده، واجي هنا، اجي هنا كومباوند، واجي اقول له هنا بروبوليان، واجي اقول له هنا ستارت بيكنج، واروح جاي واخد دي كده خلاص. انا كده فرغت الجزئيه دي. طب انت بعد ما انت جيت فرغتها، انا في عندي حاجه من دي، يا اما هروح ارسم الكلام ده مانيوال اللي هو شغل الالوميتال، او هخش عندي على المكتبه واشوف اشكال الشبابيك اللي موجوده. هل فتحت ولقيت ان انت اشكال الالوميتال دي مش موجوده اللي انت محتاجها، ولا ما فتحتش؟ لا ما فتحتش المكتبة، أنا كنت عايز أعرف، كنت عايز أرسمها بصراحة، بس خلاص بعد كده سألت الشباب. هترسمها، ما انت خلي بالك هترسمها، بس انت هترسمها 4 قوايم، هتعيش الحياه بقى.
اربع قوائم، وهتروح تجيب المفصله وهتشوف الشكل. انت هنا هتستقرب الكلام ده، يعني انت ممكن تاخد حاجه من ضمن الحاجات دي وتروح تقيفها على شكل العميل. ما اصل انت خلي بالك، العميل ممكن ما يقتنعش بالكلام ده، يعني انت ممكن تاخد دي تقيفها وتشيل اللي جواها، ممكن تاخد منها السلام فرده عليكم. السلام. ازيك يا فنان؟ ازي يا باشمهندس؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله زي الفل والله، الحمد لله. بص انت عندك دي اهي شايفها، يعني ممكن اخد دي كده وما اعملش المفصلات في النص، ممكن اخد فرده واحده، ممكن اشيل المفصلات اصلا وابتدي ان انا اقيفها. فاكر التقييفه اللي هي اصل بتاعت ايديت مش؟ فاكرها؟ هو بتاعت ايديت انا مش. فاكر ايه. طيب انا ايوه هاخد مثلا 113 اللي هو فوليوم 4، هروح انا جاي كده رايح على فوليوم 4 اهو باك اهي، وهو كان الفايل نفسه اسمه 113، دي خدناها في المحاضره من زمان، كانت زتونه واحنا قلناها، يعني كان 113 يا ساره اهي. واجي اقول له هنا اكستراكت، واجي اقول له هنا على الديسك توب. اوكي اخرج جاري بره كليك يمين اكستراكت هير اهي، واروح جاي واخد دي كده على الكتله اللي انا لسه مفرغها اللي هي دي. ماشي. طيب بعد ما جه، ياه ده جه كبير قوي. خلاص انت ممكن الاول هتيجي تصغره، هتسكله بريشو خلي بالك، وهتروح انت جاي هنا كده بسناب، وهاجي هنا كده فيرتكس اهي، واروح جاي واخد من هنا فيرتكس بس، واجي اركبه من هنا لحد هنا. الحق ده جاي مفرط، ما طبعا هو جاي لك القطعات بتاعته والتركيبه والحشو يعمل بتاعه، جروب بقى. واذا كان في فريمز. انا اول مرحله اروح جاي هنا عامل جروب، والكلام ده احنا قلناه سوا. هاخد دي كده اهي، اروح جاي مركبه هنا. طب بس خد بالك، خلي بالك انت لما بيجي يلقط هو بيستقرب الزيرو زيرو فين، خلي بالك انت معايا، فانت ما تبعدش الديزاين بتاعك عن الزيرو زيرو الا لما تخلص. انت معايا ولا فين؟ يعني اقصد خلص انا دي وبعد برضو كده مشكله بتواجهني، ان انا بنسى وبتحرك بالبتاع ده بلاقي الحاجه بتبعد مني. طيب بص انت عندك ده، انت خلصت دي كده. طب انا هقيفها ازاي؟ همسك دي كده اهي واجي اخش هنا كده من موديفاير، قلت لك اوعى تعمل اندر سكيل، وجيت قلت له هنا كده كريستين انا عارف انت لسه ما جبتيش، فهاجي همسك دي كده اهو انا وهاجي بس. دخلت يا دكتور، كنت فين؟ معلش بس كان عندي مشكلة في النت، ف طيب حاجة جواهية. استنى بقى عشان ايه ده انا اصبر بس لما اخلص له دي ونتكلم بقى انا وكريستين في الاساينمنت بتاعه. بص فانا اخدت ده كده حلو. انت بقى محتاج انهي ضرفه تكون اعلى من الثانيه او الاثنين فيهم تساوي، مفيش مشكله. الحاجات الباقيه دي انت مش محتاجها، يعني انت مش محتاج ولا المفصلات دي، انا مش محتاجها ديليت خلاص، لان انت هتروح او تغير مكان المفصله مفيش مانع. عايز ضرفه اكبر من ضرفه برضك مفيش مانع. انت خلصت دي كده عمايل، امسكها والت كيو وابتدي شوف بقى هتعمل مين، هيتحط له انهي خامه. انت معايا لا ولا فين؟ ده انا عايز، لا ده انا عايز، انا عايز واحده ثابت تمام، ماشي ماشي واثنين اللي هم في القلب دول متحرك بيتفتحوا خلاص. ما انت تمام، انت بقى والاخيره هتقيفها ثابت. يعني عايز اثنين ثابت واثنين متحرك. خلاص، انت هتقيف دي زي ما انت عايز. هتقيفها ازاي؟ يعني انت تيجي هنا كده ان جروب وهتشوف تتعامل بقى اني فريم. انا مش عايز الفريم ده او ده ليه كذا، طب اللي جوه ده الخامه بتاعته انا عايزها تكون كذا، طب انا مش عايز دي، ابتدي ان انا اعدلها. خلاص انت بقى معاك الشباك هتظبطه على حسب احتياجك او احتياج العميل. يعني اقصد دي ما كانش فيها مشكله. الحاجه يمكن اللي هي ممكن تقابلك فيها ان عندك دي، ده الشباك ده بيفتح ويقفل، فيا دوبك انت ممكن لو جيت عملت هتستنصح شويه وتعمل فردتين شباك، واحده رايح وواحده جاي، يعني هيبقى في ثيكنس هنا او تخانه. انت معايا؟ يعني انت هتيجي كده تدي له قيمه القطاع بتاعك اللي هو ده كده، وهتيجي تكبره بس شويه. ليه؟ ايه السبب؟ عشان لما يكون في عندك ضرفتين، واحده رايح وواحده جاي فيه، يعني هتاخد دي كده او الضرفه الثانيه اللي هي دي، لما حركتها مكانها دي هتبقى كده. انت معايا ولا فين؟ مع حضرتك اهو. بس اذا واذا كان على الازاز انت يا دوبك هتعمل بلين هنا وتدي له افكت، الايفكت اللي هو المرايه او الازاز. جمعتها ولا؟ والله يعني لسه بتتجمع في دماغي بصراحه. طب قول لي ايه صعب فيها طيب؟ هي الفكره اللي عندي ان انا كنت متخيل ان انا هلاقي ماتريال فيها شكل قطاع الالمنيوم كامل، اللي هو خدها خلي بالك بالسعر كده. الماتيريال مالهاش علاقه، الماتيريال دي عباره عن خامه بتحطها على اصل الكتله، يعني انا عملت الكتله ومستنيك تحط لي ماتيريال، ده معنى كلمه ماتيريال. ماتيريال يعني تدي لها شكل ستانلي، لكن مش ماتيريال اروح اعمل شباك، فاهمني؟ انت كده كده انت عندك شبابيك جاهز، يعني انت عندك الفرده دي كده خلاص جاهزين، مع تعديلهم بقى يمين وشمال بقيمه مساحه كل ضرفة عن الثانيه قد كذا، شايفها؟
ودي احنا قلناها يمكن في الاول، عايز تكررهم مفيش مانع، عايز تغيرهم برضك مفيش مانع، مش شاهد القصه خالص. بعد ما انت خلصت عايز واحده ثابته، اثنين متحركين براحتك خلاص، بس هما في النهايه دي بقت كتل. استني بقى امسك دي كده واجي هنا للماتيريال، هاخد هنا اي سلوت اهي من دي واجي اقول له اساين وشوف، وابتدي اتعامل بقى. عايزها بقى خامه ستانلس، عايزها ميتالز، عايزها وهكذا. انت معايا برضه ولا لسه ما جمعتهاش؟ والله انا مع حضرتك اهو. قول لي طيب ايه اللي ما جمعتوش تاني؟ هو زي ما قلت لحضرتك، انا كان فكرتي تمام ان انا مش عايز ارسمها ومش عايز ايفها. انا كانت فكرتي ان انا كنت فاكر ان انا هلاقي ايه، ان انا هلاقي قطاع المنيوم تمام في ماشي، ال ال لا في اقطع دوت واجي اركبه مكانه. ماشي، بس لاقيه بقى؟ هل هو موجود اصلا من ضمن المودلز اللي انا كنت مديها لك؟ لا مش لاقيه. ما انا مش عارف هخش ما لا مش عارف، ما مش عارف، ما انت هتنكش. ما هو دي الصور اللي انا فتحتها من شويه، خدت بالك؟ لقيتها تمام، ما لقيتهاش خش واعمل سيرش. بص اهي، يعني. بص شايف حضرتك هنا مثلا في الصورة، شايف حضرتك في واحدة ثابت اهو واثنين متحركين في الصورة، ده ثابت طب انا وده هسأل ثابت سؤال بس واثنين. الاول، هل انت بيطلب منك القطاع ده بتخانه معينه بشكل معين؟ لا نفس الشكل حضرتك شايفه ده كده، ما اقصدش ده يعني انت المتوفر هنا في الكويت. حلو، يعني اقصد الشكل ده هو ده اللي لازم يبقى ظاهر معاك عشان تقدر تبيع، صح؟ يبقى انت هترسمه بقى، يبقى كده لا محل هترسمه. لان اللي هو اللي موجود ده حاجه بتسد بس خانه لحد ما العميل يقول لك اه او لا وتغيره. لكن لو انت عندك القطاع اللي انت بتقوله عليه ده بردك ما فيهوش اسهل منه يا كريستين ان انت تعمليه. انا ممكن اجيب جاست، انت هتروح تجيب ريكتانجل كده اهو شايفه، والريكتانجل ده يا دوبك انت هتروح تقول له والله السكشن بتاع كذا، واجي امر سويب. حاضر، ماله امر سويب؟ شايف حاجه؟ ثم تيجي تقول له لا لو سمحت انا عايز الفريم بتاعي يكون كذا، او ضرفه 2 3 10 زي ما انت عايز، وتعمل واحده وتعمل المتقابل بتاعتها الناحيه الثانيه بالسكشن اللي على مزاجك، اللي هو ده اللي هو اللي انا شفته في الصوره اللي هو ده. ممكن نكملها مع بعض يعني. ممكن نعمل الشكل بتاع ده كله مع بعض، اللي هو انهي واحد؟ اللي هو شكل الفريم اللي هو بتاع الالومنيوم ده مع بعض. يعني احنا نكملها عادي كاننا هنرسمها احنا مع بعض دلوقتي، بحيث يبقى طيب انا بص، عندي ريفرنس ان انا لو نسيتها مثلا ارجع ابص عليها تاني. لا مش عايزك تحفظ احنا يعني، عملنا انا ريكتانجل وادينا له سويب. لا لا، انت لو انت هتيجي تعملها انت هتروح تعمل الفريم الاصلي اللي هو اللي موجود من بره، اللي هو بيبقى متبطن على الخشب اللي هي موجود على الحيطه، اللي هو اصلا اصل الفريم عندك يا كريستين اهو اللي هو ده. اجي هنا جريد بوينت. هي ساندرا ما جاتش يا كريستين؟ لا هي بس بره البيت، فأول ما ترجع هتدخل على طول. اوكي بس عزومات بقى وكده وبتاع، مش عايزين نتكلم هي ساكته لك، هي لسه ما كلمتش، خد بالك. عشان الناس بتتعزم بره يا باشا، وبياكلوا بفتيك بقى وسكالوب بانيه وبتاع لا لسه الفطار لسه ما جاتش، ويشي مكرونه وايت صوص، مع مش لسه عايزين ما جاتش، نتكلم. لسه مش انت لسه اسبوع، لسه اسبوع. كريستين؟ اه ما لسه هتفطروا قبلنا باسبوع، اصحابي لسه. ايوه طيب بص، انت رحت عملت ده كده اهو، ده لسه عيني برضك كان ماسك ساره من شويه، قلت لها على فينك يا كريستين. بص لا يا هروح باشا، جاي هنا، سارة دي على جنب تمام. سارة لا دي بتحل حول الواجب ولا واحدة ونص، يا أقسم ساتر يا بالله رب. أنا ماشي، ما شفتش كتاب كده في حياتي. على فكرة انت مش هتاخد الفيديو ده. بص انت عندك ده الشكل بتاعك اهو، ده الويت بتاعه اهو، حلو خلاص. انت بقى محتاج هنا من ده شكلين تاني اصغر منهم، منين لفين؟ انت محتاج ضرفتين، يعني ممكن اجي هنا برضك اروح جاي اعمل ريكتانجل. وخلي بالك انت مش كل شويه هتعمل الكلام ده، يعني انت اذا كان انت عملت قطاع اثنين ثلاثه خلاص الموضوع خلصان، وهيبقى ده المكتبه بتاعتك اللي انت هتروح تجيبها اوتوماتيك على طول. هتروح انت جايب من هنا مثلا من الفيرتكس لحد الفيرتكس مثلا خلاص، او الايدج او الجريد بوينتس اللي هي دي، لو انت مشغل جريد بوينتس يبقى انا هاخد من الفيرتكس دي لحد الجريد بوينتس اللي موجوده تحت. يا دكتور معلش، الواحد بيجي يعمل سناب في الاشكال ديت بيجر الشكل كله معاه، ما بيعملش زي اعمل حضرتك لوك، كده يعني. بس اعمل لوك لايه بقى؟ لوك للحاجه اللي انت ماسكها، اللي انت مش هتبقى فيها مشكله فيها، يعني لا تعمل مش لوك فاهم. للكتله، اعمل لوك للكتله اللي انت بتحركها. للكتله اللي انا بحركها. ايوه طب ما فيش اكزامبل معلش، حاجه بسيطه كده اشوف بس اعرف يعني ايه القصد. طيب
خلاص بعد ما انت خدت دي كده هروح جاي هنا عامل لوك اهي، وهاجي تمام. اخد من هنا موف، وهاخد دي كده هبعد عن الجريد، هاخد فيرتكس بس عشان اخد فيرتكس من هنا اهي، واروح جاي بالدي ده. يبقى انت حركت مهما اتحركت انت ماسك دي بس فقط. ثم هتيجي يا جو بعد كده هتروح انت جاي واخد مين؟ خلي بالك انا عامل الاثنين قصاد بعض، يعني الضرفتين دولت مش جرار. حلو؟ طيب ثم انت هتروح انت جاي عامل ايه؟ انت محتاج ده القطاع، وتعالى نغير لونه، نخلي بس الفريم يبقى لونه اسود بس عشان احنا نشوف فقط. شايفه؟ واجي ايه ادي الضرفه اللي بتاعتك، في عندك واحده يمين وعندك اللي هي الشمال، وهم دولت اللي هيتركب فيهم الازاز. طب انا هعمل الازاز ده ازاي؟ انا يا دوبك انت هتمسك اصل الكتله دي كده، كليك يمين كلون اهي، واجي اقول له انا عايزها كوبي، والغي منها الامر بتاع امر سويب خلاص، ويا دوبك انت هتروح تعملها هنا كده ادي اكس، اي تخانه غير الزيرو، اي رقم غير الزيرو، يعني مثلا 0.05 بس خلاص، ومؤقتا لحد ما تاخد الازاز وتعمله. هاجي هنا البروبرتيز اهي، واقول له هنا الفيزابيلتي مثلا بتاعت 0.5 خلاص. عملت انت بس واحده ده من برضو دي، مش جامش، ده بس ده برضو مش ازاز ازاز برضو. لا ده مش ازاز، ما الازاز ازاز احنا خدناه في الماتيريال ولا ما خدناهوش؟ لا خدناه، طب ما يمكن المانجا، الكنافه بالمانجا غطت على الكلام ده. ممكن او ممكن نعملها تاني عادي. امسك دي كده كليك يمين تاني اهي، واجي اقول له هنا كلون، وهاخد الكوبي والغي امر سويب، ويا دوبك هديلها هنا ادي هنا اكسبلود عشان اعمل ايه لوح وشكل الازاز 0.5. كليك يمين وهاجي اقول له هنا بروبرتيز اهي، وهاجي اديله من هنا كده 0.7. طب خلصت انت دي، يبقى انت كده هتروح تمسك الاثنين دولت دي والفريم بتاعها اللي هو ده اهو، وتيجي تعملهم هنا كده جروب، وهتبتدي تشوف الفرق ما بين كل ضرفه والتانيه قد ايه، وتحركهم عشان الاثنين يبقوا قصاد بعض كده. والمفصله اللي احنا رميناها من شويه هتيجي تحطها على واحده فيهم، وهو ده اللي هيبقى متشال عندك، ده اللي انت هتبتدي كل شويه تبتدي انت تروح تيجي تدخله بشكل سيكشن او قطاع بتاعك. وفي نفس الوقت برضه اعمل واحده، اعمل برضه قايم من هنا كده، بس نخلي واحده منهم ما ده لازم اتنين ثابتين. طبعا. طب يعني انت انا كده محتاج قايم يمين وقايم شمال. بالظبط راجل تاني، ان انا عايز اروح اعمل ازاز، بس طبعا الازاز هنا عمره ما هيبان، لازم انت يكون في عندك لايت، ولازم يكون في عندك استوديو عشان ده يبان لو انت فاكر. ايه والله ما انت فاكر حاجه، يا نهار اسود. لا معاك يا باشا، انا باكل هشام لازم، الكنافه دلوقتي، بس ده موضوع تاني. هشام لازم الامتحان يكون النهارده يا هشام، كده مش عارف. لازم يا اما بقى هو لوحده ياخد بقى، ياخد امتحان بقى، مفيش فايده. ولا ايه دكتور رايك في معلش، التسليم؟ الو ايوه يا فندم سامعك. دكتور معلش، انا بس كان في قدامي حاجه كده، وقفت قدامي انا بعمل، كنت شغال في معرض وكده، فكنت عايز اعرف بس الشكل ده اتعامل ازاي أنا شايف او بيتعمل ازاي. ممكن ابعته على الجروب؟ ابعت ماشي اهلا. الاساينمنت استاذنتني القديمة، قبل ما تبعت حاجه على الجروب. الاساينمنت القديمة فين يا فنان؟ والله مش نص، انا مش تخصصي عماره خالص، والله انا عبد الوهاب. انا عارف، وقلت لك هات لي الشغل اللي هو، لا انا قلت لك هات لي الشغل كله بتاع المعارض، يوم انا اديتك اللي هي الشغل استنى بس، يوم ما فتحنا البنترست انا فاكر فتحنا البنترست ايوه وطلعت لك الحاجة، ومن ساعتها انت انا اختفيت. اشتغلت اهو، والله اسمعني بس، انا اشتغلت. واشتغلت فين؟ ده احنا اخر محاضره النهارده. ما انا عارف والله، انا مجمع كل الاسئله والله عشان اسال حضرتك النهارده. ماشي، فين بقيه المحاضرات انت اختفيت فيهم وما جبتليش بقيه الحاجه والحاجات اللي طلعتها لك من بنترست؟ والله غلط، انا على فكره والله ما اختفيتش كده، والله انا ورايا شغل فعلا، يعني كان عندنا شغل والله، ماشي، والدنيا بايظه معايا. احنا استفدنا ايه بقى؟ يعني استفدنا ايه وطلعت انت ايه بايدك عشان تاكل بعيش؟ انا هوريك اهو، ما انا هوريك اهو، طب لسه استنى اخلص لك مشغله. بس، اخلص بس بتاعت مصطفى، ماشي وعايز حد يرن على مصطفى كمان. انا هبعت لك على الحاجات فكرة، اللي كنت على فكرة شغال يا مستر فيها. عبد الوهاب، مستر عبد الوهاب، ايوه ازيك يا مستر، عامل لا ايه؟ هي سهلة يعني، هي سهلة قوي على فكرة. لا ما انا هقول لك، انا عارف اللي هي سهلة، بس في كيرف كده، الكيرف ده تمام، انا عملته كل حاجة، بس اعمل بند للتو دي ازاي؟ بس دي المشكلة اللي قدامي. يعني ايه تعمل بند للتو دي ازاي؟ انا طيب بص ده معايا، اخلص دي، الشكل بص اخلص دي بس وبعد كده نكمل. بص تمام. ادي الشكل اهو، انا جبت استوديو من ضمن الحاجات الجاهزه اهي عشان اقدر يا كريستين اجي ادي له ماتيريال ويبقى ظاهر فيه، ويا دوبك انا هروح اعمل مثلا هنا ادي روتيت،
واشوف هو موجود فين واجي انزل بيه كده. كده انت عندك لما هتيجي تعملي هنا ريندر الشكل جزئيا هيبقى ايه باين شويه ان كده كده في الاستوديو في لايت اهو، مش عارف حد شايفه اه ولا. هو احنا معانا الاستوديو ده؟ ايوه انت معاك، انت واخد كل حتى شغلي انا اصلا اللي هو اللي انا بشرح بيه معاك، ومعاكم كلكم اللي هو على اللينكات اللي انت بعتوه. ساره انت هنا يا ساره؟ كريستين طيب؟ اه موجودة. طيب اه موجودة ده. فانا هاجي هنا اهو كده احط اللي هي الوميتال واحط كمان اللي هي الازاز. فانا همسك ادي الكتله اهي، هروح جاي اعمل هنا كده انجروب اهي، هيبقى كده في عندي فردتين بس، ده الازاز. فهاجي اخش من هنا ادي الماتيريال ادي السلوتس اهي، واجي اعمل هنا كده اساين وشوف. طب في سؤال، هي عدد الكور دي كده يا جماعه كام؟ دول ستة. لا توتال عدد الكور الموجود هنا كام؟ كانوا 12 باينة، كانوا لا كتير. عدد الكور اللي هي السلوت دي كلها 24 ساعة، لما قعدت اكبر انا وانت قلت لك ساعة النظارة عددهم ده كده الصف نفسه فيه ستة في اربع صفوف. طب افرض الماتيريال دي خلصت، فانا عندي الستيت ماتيريال اللي احنا خدناها دي، مش عارف حد شايفها اه ولا. كريستين مش احنا خدنا دي يا كريستين لا تظهر؟ مش فاكرة بصراحة. طب سارة اعتبرنا يا باشا بناخدها لأول مرة. لا لا لا، ما انا كنت هقول لك حاجه، هما كانوا يقولوا لا، فانا كنت اقول لهم لو خدناها هدي جو امتحانين، فانا مستني حد يرد بس. اعتقد لا ان احنا ده مش هتلاقيهم خدناها. يقول لك انا مش فاكرينها فاكره ان كلها. احنا خدناها. حاولي حاولي، احنا اشتغلنا على خدناها، التانية. لا ما احنا اشتغلنا على الثانيه، بس احنا خدناها بالشكل الثاني. اذا مش انت بتقول ايه اصلا؟ هقول لك، لو انت جيت كبرتها كده الجنب اللي هو الشمال ده، حد فاكر فيه حاجه؟ ده احنا عارفينه وشغالين بيه، سواء كان جنرال او في ري او السلوتس، مش هو ده؟ ده اللي بتجيب منه الماد. ماشي، دي حته فاضيه ودي فاضيه برضك، انا مش فاهم منها حاجه. الجزئيه الفيو هنا اهو، هو اصلا السليت ماتيريال ده عباره عن مكان بحط فيه اي عدد من الماتيريال، يعني ما انتش محدد ب 24 اركب فيه الماتيريال ازاي؟ تعتبر طريقه اسهل شويه من الايه الكومباكت ماتيريال. طب ايوه اركب ماتيريال ازاي؟ انت هتيجي من هنا تاخد اي سلوت الاسم، طب ثم يا نهار اسود ايه اللي طلع ده؟ ايه دي ديفيوز؟ بص كده عندك هنا اهو، يا نهار ابيض، ادي ريفلكت وادي ريفلكت، طب انا مش فاهم حاجه. طب ضابط ليه كده على التايتل من فوق؟ مش عارف حد فاكر دي؟ مش دي اللي ايه فيها ديفيوز المشكلة دي؟ وريفلكت وريفلكت؟ مش هو ده اللي احنا خدناه؟ والبي ار دي اف اللي احنا خدناه من شويه، مش هو ده؟ الله، يبقى معنى كده ان انت بتيجي تاخد من هنا اي عدد من الكور لاي عدد من الماتيريال، تمام؟ هي الافاده بتاعتها بس هي حاجتين، اولا تحط اي عدد من الماتيريال، ثم كمان سهوله التعامل. مش فاهم. طب انا عايز احط هنا اهو كده خامه ازاز، كنا بنعملها ازاي؟ ازاز فيري ماتيريال، نجيب الشوك ونحط ونحط عليها اجيب منين فيري ماتيريال؟ اولا احنا هنحط. ممكن اجيب سلوت كده، شايفه؟ خليكم معايا واحده واحده، وهدوس دبل كليك كده، ديفيوز ماب نحط ده اسود اهو، وده اسود مبدئيا، انا ممكن ادي ريفلكشن طبعا الازاز، والريفراكت بالار ابيض، ده ازاز ولا مش ازاز؟ حد يرد؟ انا مش شايف بس ازاز. كده ازاز مش شايف ازاي؟ ازاز. طيب تمام، ممكن دي طريقه تكبرها شوية. خلاص، دي طريقه. تعالى ممكن ايه نكبرها كمان اكبر من كده. طيب دي طريقة اللي هي اسود اسود ابيض زي ما احنا جينا خدناها. طيب تمام، هل في حاجة تانية؟ اه، هو انت شغال في ري ماتيريال؟ اه اللي هي دي صح؟ فين في ري ماتيريال هنا؟ ها حد يجيبها لي، هي فين؟ فوق من اللي هي الماتيريال في ري فين هي؟ فين كلمة في ري بيت ماتيريال؟ ماتيريال في ري صح؟ بيت ماتيريال. لا ما الفري من الازاز ماتيريال ايه؟ في ري. اه بس الازاز ما فيهوش بيت ما، يعني الازاز ما فيهوش دي. الله، طب اجيبها منين؟ مش انت جيت من شويه، انت هتغلبنا ليه؟ مش انت جيت من شويه خدت سلوت وعملتها؟ ايوه انا عايز طريقه تانيه، هنا بيديك اكتر من طريقه، حتى لو مكتبه برضك تقدر تجيبها. ادي المكتبات بتاعتك اهي اللي انت بتحطها، اللي هي من ضمنها الووتر لو حد فاكر، يعني انا عايز اعمل ووتر اروح واخد دي كده اروح جاي حاططها هنا. ووتر دي ولا مش ووتر اهي؟ ووتر. اي
طب ايه التفريعات دي؟ دي المحتوى، كانك انت بتخش على اللي هي دي الحرف الام واقول له جو تو بيرنت واحط ماتيريال خشب وارجع وهكذا. طيب بلاش دي، سيبك من دي، احنا لسه بنتكلم في موضوع ازاز. طب انت هنا في عندك هنا وكده ادي في ري، في في ري ماتيريال هنا تحت اللي هي دي، دي متى؟ اللي هي دي يا جماعه. طب دبل كليك حاجه اسحب هنا وكده، اللي هي دي، دي طريقه تانيه اهي دبل كليك. في حاجه جت من هنا، الله، حاجه اخلي من هنا الديفيوز دي لونها اسود اهي، ودي اسود ودي ابيض. يبقى انا كده عندي اولا اي كميه سلوتس انا اقدر احطها هنا اهو ما بدالك، وفي نفس الوقت طريقه الكرييت نفسها سهله. طب انا مش فاهم، حد يقول لي كده انا عايز اعمل كذا من اللي احنا خدناه، اي حاجه من اللي احنا خدناه، بس حاجه رخمه يعني. ستان مثلا، ليه؟ ستان اللي هو تمام، الماتيريال ستان. الستان، الستان، اوكي. هي الستان دي كانت عباره عن ايه؟ الفول اوف مثلا، اوكي، الفول اوف والفول اوف دي كنت بجيبها منين؟ من ديفيوز. من ديفيوز. الله، يعني انت شغال في ري ماتيريال صح؟ صح كده؟ صح. ممكن تدوس دبل كليك وبعدين هنا كده ندخل يا جو. جو انت اختفيت فين؟ مع حضرتك والله. هاجي هنا وكده واجي من ديفيوز هنا اخد فول اوف، اهي فين هي فول اوف، فين جنرال، اهي فين فول اوف، اهي هتشايفها. بص هو اوتوماتيك هيعمل ايه هنا؟ هيروح واصل لك واصله وجايب لك دي الفول اوف، الفول اوف اللي هي فيها ايه؟ اللونين دبل كليك، اللي هي حد فاكر دولت؟ بعكس الاثنين واجي اطلع بالخريطه بتاعتي اللي هي دي، واجي اضيفه هنا ادي نقطه، واجي هنا بموف اروح ساحب نقطه تحت، ونمشي نفس الستبس اللي احنا خدناها. تمام الله، ده هي هي. طب ايه تمام الافاده؟ معلش، سهوله الحركه او سهوله ان انت تروح تتعامل مع الماتيريال وتبقى انت شايفها قدام عينك بتركيباتها، ما انتش محتاج تفضل داخل جوه وتعمل جوتو بيرن ترجع بره. حد معايا ولا فين؟ اهي اللي كده كورنر، تنزل كورنر اروح ساحب دي تاني. طب معلش اهي هتشايفها اهي. عايز تغير الالوان، تعالى خلي دي كده، كنا احنا واخدينها عن بي دي غامق لو حد فاكر، ثم هاجي اخد اللي هو ده واخلي هنا درجه لون احمر اهي. حد فاكر؟ صح. خلاص. طب معلش، لا طب انا عايز ادي ريفلكشن ليها، هدي ازاي؟ فين جو تو بيرنت هنا؟ ما نلغى من الاكس اللي فوق دي مفيش نرجع. بقى، لا مفيش جوتو، مفيش جوتو بيرنت خلاص. طب ما انت هتعمل ايه؟ هو انت عايز ريفركشن؟ ما ده ايه ده؟ ريفركشن اهو اللي هو ده، دبل كليك جالك ريفركشن اهو، وعايز اديلها بيت ماك، وعايز اخد صوره، اي صوره يعني، اقصد امكانيه التركيب بتاعتك بقت كلها قدامك الخريطه قدام عينك كده، شايفها؟ انتم حد معايا ولا؟ أنا مع حضرتك. أيوة طيب ماشي، احنا خدنا حاجه تقيله ورخمه شويه اللي هي اسمها مالت سب اوبجكت لو حد فاكر في الاول خالص، اللي هي بتاعت اروح اركب على كل سايت خام او ماتيريال، خدناها في اول محاضره ماتيريال. عامله ازاي؟ مالتي انت مش فاكر الامر اصلا؟ طيب بتاعت لما جينا خدنا بوكس وقلنا حدد السايد اللي فوق زي السايد اللي تحت، وقلت تمشي حدد الاي دي وهكذا. أنا فاكرها دي بتاعت واحد وثلاثة يا اما اجي من هنا كده على جنرال وهتلاقي في عندك ادي مال سب اوبجكت اهي، واروح واخدها هنا كده دراج، وادي اللي هي السايد واخش على اي واحده منهم. ممكن اجيب من هنا بيت ماب، يعني اقصد دي طريقه تانيه لنوع من انواع الماتيريال اللي انت ممكن تستخدمها. هاجي هنا كده ادي بيت ماب، في بعض الناس بتفضل دي، في بعض الناس بتفضل دي. طب البيت ماب، البيت ماب هتحط انهي صوره؟ احط الصوره دي، الصوره دي انت عايز تحطها في انهي واحده، في انهي رقم، في انهي سايد؟ حاجه يا جو هاخد دي ثلاثة كده مثلا. احطها فوق ثلاثه، ده الفارق. بس انت البيت ماب دي مش انت شغال في ري ماتيريال، يبقى انت لازم تيجي هنا تحط له هنا في ري ماتيريال. فين البي ري ماتيريال؟ تطلع فوق كده ادي البي ري، واجي هنا البي ري ماتيريال اهي اللي هي دي، ودي احطها في ديفيوز، ودي احطها في الخامه رقم 3. يبقى انت كده شايف تسلسل الخامه، يبقى دي الصوره المحطوطه، ودي خصائص الصوره من ريفلكشن وريفلكشن وبامب، وعندك اللي هي الديسبليس وكل التفاصيل بتاعتها، وكل دي محطوطه في السلايد رقم كام؟ رقم ثلاثة. رقم 3. فدي شبه دي، واجي اساين اهي من فوق
خلاص على الكتله اللي بره وادي شو. طيب ايه هي بقى الافاده اللي تخليني اخش على الستيت ماتيريال دي؟ بص الاثنين احسن من بعض، بس خد بالك الكومباكت ماتيريال اخرك 24 كور. طب عايز ازودهم ممكن، وكان بيطلع عينينا زمان ان انا بزود عدد الكور، بتطلع عينينا فعليا يعني. فانت عندك الستيت ماتيريال ازود كور براحتي زي ما انا عايز، كمان سهوله ان انت تقرا الخريطه بتاعت الماتيريال، مين متركب فين ومحتوى ايه، اللي هي دي وصلت دي اسهل، السليت ماتيريال دي اسهل يعني. بالثانية. في بعض الناس بتفضل دي وفي بعض الناس بتفضل دي. خلاص فانا هاجي لدي كده، احنا ادينا دي لدي ازاز اهي، اهي احنا ادينا لها اساين خلاص وشو، وهمسك الفريم عندي من بره، وده هتدي له مثلا هنا كده اساين وشو، وهاجي اخد من دي لونها جراي مثلا، وهاجي ادي لها هنا درجه اللمعه بتاعتها بتاعت السانلس، اشيل البيرسونال اهي، والستانلس ما بيكونش بيبرق بالطريقه دي كده، فممكن اخليها مثلا 0.7 مثلا شايفه، واجي اخلي دي هنا دي كده أوه. برضه خلاص. فانا عملت دي. طب اللي فوق هديله برضك هنا نفس الستانلس ده خلاص، او الالوميتال بس لونه اي اصفر مثلا. فانا هاجي كده هاجي اقول له رينيم الماتيريال اهي خلاص، وهاجي اخلي هنا درجه اللون بتاعتي مثلا ممكن اخليها اصفر، ودي درجه اللمعه بتاعت الريفليكشن هغمقها شويه كده، واجي اعمل هيك كده رندر. لو انت الازاز ده عايز يبقى ليه ريفليكشن خلاص، يبقى انت هتيجي هنا كده الازاز بتاعك فين اهو، حاجه اخلي فيه درجه ريفليكشن، بدل الريفليكت ما يكون اسود هديله درجه كده ايه افضل. بس خد بالك طبعا عمره ما هيعكس حاجه الا اذا كان في حاجه هنا اصلا قدامه تتعكس. انت معايا يا مصطفى؟ ايوه وامرني. لكن ايه ايه ده كده شفاف، بس ايه هو الانفايرمنت اللي هو بيعكس بره، فاهمني يعني؟ ده عاكس الارضيه. طب تمام، وده نفس القصه مع ان هنا في سبيس اهي شايفها، بس ماشي شغال. طب ده هو بيعكس النهارده، هل في شجر بره، هل في لاندسكيب، هل في جنينه، هل في شمسيه، في كذا عشان يقدر ان هو يديك شبه انعكاس وتديك رياليتي في الصوره، فاهم زي دي كده. بص ماشي، دي الصورة اللي انت بعتها صح؟ خدت منك وقت قد تمام. ايه دي؟ انا خلصته اصلا، خدت مني حوالي ساعه ونص كده انت الحاجات كنت دي كلها. انت الحاجات دي بس كنت بتعملها قبل ما تاخد الكورس، ولا يعني كنت عارفها ولا ده جديد؟ لا لا، ده انا اديت صوره من على البيهانس، فانا عملت اصلا المعرض ده دلوقتي. انا بقلب كده، يعني انا دلوقتي بقلب فوقفت قدام الحته دي، بس يقول اللي هي انهي ده مش واحدة؟ بتاعي، ده مش شغلي. يعني اللي تحت دي اخر واحده، ده شغلي اللي هي الهنز ديت، اللي هي تمام، اللي هي التانية بقى، التانية الصورة دي اللي انا الكيرف ده، انا عايز اعرف بس الحاجات دي بتاعتي اتعملت ازاي. بس اي واحد اللي ده هي الصورة دي انا معايا، اعمل لك فرق بلاي تاني. دي تمام، ايوه هي ديت. جي ماشي مالك. دي بقى انا كنت عايز اعرف بس ديت 2 دي اصلا، وعامل لها فيت او زي ما احنا عارفينه كده، بس عمل لها بقى بند او حاجه بند، فانا كل لما اجي اعمل امر بند ما بتعملش معايا. بس عمره بص هو البند عمره ما يعمل، احنا ممكن ده بالجو في طب الموضوع ده او هشام، عشان هشام ساكت. اعمل الكيرف انا ده يا جربت جماعه ده ازاي؟ كل الطرق حرفيا. سيبولي بس عشان انا هو انا هروق مش من عارف هو الموضوع. يقصد ايه اصلا. اقول لك هو عايز ده الشكل اهو، بس هو لما جه في اديت اس بي لاين اهي وجه هنا كده يا ساندرا، عشان دي برضك هتزني فيها في الكليه طبعا، النقط دي كده كلها اهي خليها هنا كورنر بوينت معايا ساندرا، وهاجي امسك دي كده واروح جاي مضيق دي، هو عايزها زي شبه هرمي شويه تمام خلاص. واحده او الاثنين معمول لهم فلت مش هتفرق يعني، هروح جاي عم مفلتهم مثلا كده خلاص. هو تمام بقى مشكلته ان هو عايز ده يكون بند. طب انا هعمل ايوه بند ده هي دي ازاي؟ بقى، لما هتيجي هنا لو كده، الشيب كله يعني يدي بند. ايوه واحنا خدناها كلنا خدناها، ادي اكسترود
واروح رافع ده. اعمل ليه ده بند ازاي؟ اللي هيقولها منكو هديله نص الفاينل. حاولت افكر يشوف والله. يعمل، يروح الاول يعمل بيفوت، بعد استنى كده بس يخش على على، مش ممكن من فيرتكس؟ يا نهار اسود لا امنيه. هو العب عنده كذا حاجه، اوكي. عنده اف اف تي، وعنده ان هو يظبط البيفوت، وممكن يجرب انا امر بند. عملتها سب ديفيجن، اللي هي تعمل تجمع ايه حاجات كتير كده هي سب اول حاجه ديفيجن، تزود بس برضه ما السيجما، ظبطتش. اول حاجه ايه؟ اول حاجه السيجمنت بتاعي عشان تعرف تعمل بند، السيجمنتس ايوه بتبقى بس فوق مش تحت في الـ استنى في الـ معاك هتبقى. بص، ده احنا كان في عندنا 9 اوامر بروح ازود بيهم السيجمنت في السطح اللي هو ايه اللي انا عايز اروح اعمله، بند او تويست او تيبر او اف اف دي او كذا. ده عمره ما هيتعمل. طب ايه هو الحل؟ كان في واحد من التسعه امر اسمه كواديفاي مش، ده احنا خدناه قبل ما نبدا المحاضره بتاعت الفيري بالظبط. ايوه ايه ايه النتيجه اللي حصل؟ ما اعرفش انت كنت حاضر ولا لا، بس انت لا اغلبيه انا المحاضرات حضرت، ما حضرتهاش. انا بص فانا حضرت الكواليفاير، كواديفاي ممكن اعمل ايه؟ او في ممكن اعمل حاجه اسمها سب ديفيجن كمان. في عندك 9، هعمل مثلا بند، والبند وممكن ما يجيش معاك البند، غير اكسس اهي اهي. بص غيرت كتير. ودي حتى كمان ساعتها خدنا الاساينمنت زنقتهم بالاساينمنت اللي هو شكل وحده الاناره، وحده الاضاءه اللي هي دائريه اللي هي لو حد فاكرها. ايوه بس وصل في مشكله برضو يا دكتور. قول حضرتك انت برضو عملتها هنا، عملتها هنا كيرف سليم، هنا موجوده في الصوره اللي موجوده، يعني كيرف طالع ونازل، فلما الكيرفات طلعت ونزلت عملتها ده يا برضو، فندم، ده لو ده تو عملتها شيبس، كواليفاي ده تو شيبس، ده ما شيب انا وده فاهم. شيب. الشيب الابيض بقى الكبير ده في كيرف طالع اهوت، اللي هو الاحمر ده ماشي من ويا فوق ده، ولا في مشكلة. ده لما الكلام جيت ده عملتها برضو دخل في لا بعض كله برضو. لا هي ما يخشوش في بعض. وهقول لك ليه. انت عندك مثلا، انت هنا عندك ادي بند وادي كوادي 5 ما فيهاش حاجة، وادي اكس 2، ده شيب 2 دي صح؟ حلو وهو 2 دي انت ممكن تلغيهم حتى وتعمل ادي هنا، ادي الاس بي لاين بتاعك. هو ده اصلا في ايه الكيرف ده؟ انت في عندك هنا مثلا هتروح تضيف هنا مثلا نقطه، فانت هتيجي هنا تعمله مثلا هنا امر اسمه ريفاين، فانا هاجي هنا فيرتكس واجي اقول له هنا ريفاين، ريفاين. ريفاين وهندس نقطة. وهضيف مثلا هنا بوينت اهي. مالها دي؟ انت ممكن تمام. البوينت دي تبتدي تتحرك بيها، يعني انت بترسم الشيب 2 دي على حسب ما انت عايز، فاهم؟ يعني انت البوينت بتاعتك اللي هي دي كده انزل بيهم، فاهم؟ تمام. وممكن ما تعملش فيلت الا لما تخلص، يعني ممكن لو انت رجعت باصل دي، اصل الريكتانجل اهو، شلت كل دولت اهي، واجي حتى اللي كده الايد سبلاين اهي. انت ايه ايه المطلوب في دي؟ فانت في عندك 2 ريكتانجل اهو، ما اعرفش يا جون انت معايا ولا لا. همسك النص ما حضرتك وهمسك دي كده، واجي هنا كده ادي موديفاي، واجي ماشي اخش هنا على ايد سبلاين، واروح جاي ماشي واخد النسخه الثانيه، واجي هنا كده ادي ماشي هنا ادي اس بي لاين، واروح جاي هنا كده واخد تمام تريم، وابتدي ان انا ماشي اشيل الزوايد، انا مش محتاج دي، مش محتاج دي تمام خالص. بعد كده في مستويين ثلاث لازم اروح جاي معاه ماسك الاثنين دول كده، طبعا كده كده هتحولهم هنا كورنر بوينت اهي، مفيش مانع. ثم حاجه اقول له كورنر اسمع، تروح خلاص. اعمل هنا ادي ويلد بقى، هتروح تلف مين انت؟ تعال نشوف الصوره اهي، انت عايز تلف الاثنين دول دي؟ لا ويلد، هتروح انت جاي هنا كده عايز الف الاثنين دولت. طبعا هما الاثنين دولت ضيقين، فانت معاك السكشن، معاك المقاس بتاعهم خلاص اللي هما دولت كده ايوه خلاص. ودي اعتقد برضك تمام واخده داخله كده، فدي كليك يمين اخليها هنا كورنر بوينت، همسك كورن الاثنين دولت كده واروح جاي اعملهم هنا ادي فيلت، ودي اروح جاي اعملها هنا ادي فيلت اهو، شايفها؟ ثم بعد ما تمام تخلص هتمشي ده بقى نفس المشوار اللي هو ايه، اروح جاي اعمل هنا ادي اكسترود، وبعد الاكسترود اروح جاي اعمل هنا ادي كواليفاي، وبعد كواليفاي بعد ما تعملها بالسيجنس اللي انت عايزها هتيجي تقول له لو سمحت روح اعمل لي بند، بنت وراح اغير الاكس بتاعي. شايفها؟ وبس كده صح كده تمام. وصلت تمام شكرين يا دكتور. علي؟ ولو في اي حلو حاجه قوي. يا معلم، ولو اني زعلان منكم بس ماشي شغال، طب معلش اخر حاجه بقى، معلش ومن غير معلش ومن غير اخر حاجه، انت تقول على مزاجك ان شاء الله 100,000 مره كمان، ولو اني ماشي زعلان منكم بقى. كلكم بس ماشي. قول ما عدا انا، لا وانت هو كمان، بقى لا 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 عشان كان ميعاد تسليم الشاليهين الفتره اللي فاتت وانت طنشت، بس ماشي. والله ضغط شغل يا باشا. اصل هقول لك حاجه، انا لو اتعكننت مش هعرف اشرح، وانا بعزكم وعايز اشرح،
فانا لو قفلت، لو قفلت هتبقى سوء وحشه يعني. والله يا دكتور ربنا، انا ما بتابع المحاضرات بتاعتك خلي والله، انا بالك انت، خلي بالك انت، استفدت بص كتير وعهد الله منك، بص والله العظيم استفدت بص كتير. يا مصطفى، خلي بالك انت في غربه، خدت بالك، ومحدش بيسمع على حد، وانا قلت لك انا معاك 24 ساعه في اليوم، السبعة ايام في الاسبوع، في ناس عندها امتحانات وانا مقدر ظروفها وفوق دماغي، مش مشكله، ومعاهم حتى لو كورس خلص مش مشكله خالص. انا بتكلم بقى اللي مزنوق وصباعه تحت ضرس واحد غريب وبيتنك عليه بفلوسه، انت فاهم؟ محدش يقدر يتنك علينا، بس انا اقصد ايه، هم ما بيسموش على حد، فانت لازم تكون فوق الفوق، انت معايا يا مصطفى؟ ما حضرتك لان انت شفت هنا في مصر عاملين ازاي، ولا يا هشام؟ ماشي شايفين فعلا والله. طيب نكمل بس. طيب احنا كده ده تمام، قول بقى، قول يا عايز عبود، حاجة بس، قول يا نايف. المعرض جوه فيه، أيوة يعني لو فتحنا الصورة دي كده، أيوة الحاجات اللي فوق ديت بتبقى إيه؟ يعني دي انا بتبقى زعلان منك صورة على ولا فكره، هو انت هدوء؟ اللي عامل الصوره دي؟ لا مش أنا، أنا عامل اللي تحت خالص. دي مش حلوه، لان انت عندك نسب الاشخاص نفسها عايز يزوروا. مش أنا اللي عاملها، أنا جاي من على البيهانس، طيب فأنا الراجل ده بروح شكل، دلوقتي. الراجل ده شكله مكعور شويه يعني، ده متكوك بس ماشي، كمل عايز ايه؟ طيب اللي هي الحديد اللي فوق بقى، اللي هي تبقى ده زي المعرض، لو دخلت المعارض مثلا اللي هي، لا ولا ده؟ الحديد ايوه اللي فوق ده، ده هقول لك صورة. بص، لا لا بص، انت لو حبيت تعمله بمنتهى السهوله، طب حد يحلها وياخد نص الفاينل؟ دي شكلها حلو قوي انا للبوس اللي بلاتس، احنا بنعمله. ها لاتس بس في مشكله في لاتس، ما لاتس مش اديها لك مربعه كده، لا، وهنعمل ده كله يعني، احنا هنركز على المعرض هو ونركز على انت كلامك صح بس جزئيا مش كامل يعني، انت عندك الشكل ده كده، لو انت جيت هنا كده من موديفاي وجيت قلت له هنا ادي ال وانتر وشلت الجوينتس دي، هو العيب حاجه واحده بس يعني، انت الشكل ده اهو كده مثلا اهي، وبتطولها زي ما انت عايز. طب والسيجمنتس، هزود سيجمنتس اهي بالعرض ده، شايفها؟ طب اللي في النص ده هعمله ازاي؟ يلا كمل عشان تاخد نص الفاينل يا جو. يا جو ايوه ما حضرتك. اه، طب ما انا ممكن ارسم خطوط انت كنت فاديها برضو واديها شكل. يا نهار ابيض، انا حليتها في الفيلا اللي هي اول فيلا في واحنا بناخد 3D. ايوه ما انا فاكرها بس مش فاكر كانت ايه بالظبط. يلا عشان خد نص الفاينل اهي هو انا حل الرابع وما اخدش حاجه برضو؟ اهي، حد فاكر دي؟ ايوه الاكسات دي. طار نص الفاينل. ماشي هي البنات النهارده مش هنا ولا ايه؟ لا ايوه لا موجودين ده. طيب، ما ايه لا هي كان في لاتس وكنا بندي حاجة تانية مع لاتس. اهي اهي اهي، لا لا هي دي، ايوه هي دي. انت نسيتوها اللي هي اجنور هيدن ايدجز اللي هي معاه ابواب. طيب ما انا تمام، طب ما انا شطورة اهو جبتها يا باشا. ده انا اللي جاي، انا اللي يا نهار ابيض، ماشي طب ما انا شطوره اهو، قلت لاتس وبتاع وما الله ابواب، انت كده وجاب تمام ابواب. التفتيكه. تمام، ولو في اي حاجه تانية هاتني 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع انا معاك، ماشي؟ طب تعمل دي ازاي؟ خبر حضرتك كان عندي ديلي في الصوره، ف طيب هتعملوا دي ازاي؟ مش دي ممكن هي بان؟ دي انا بتكلم على دي، هي دي هتبقى ليد في النص. انا عملتها يا دكتور على الواتساب. عملتها وريني. اخر حاجه على الواتساب طب عملتها ازاي؟ انا عملتها بلاين عادي، وعملت له فليت، وبعدين بعد كده بس خد عملت بالك، له بقى دي كذا لاين عشان في ليد زي ما قالك هشام من شويه، ما انا عارف انا انت عملت له اري تولز، اري انت لا روتيشن. ما اقصدش، انا بتكلم الفرده الواحده نفسها فيها كذا واحد يعني، انت في عندك مش دي اهي يعني، دي عامله زي الحشوه في يمين وشمال وفي في النص، اللي في النص دي عملت لها انسرت واكسترود. طب هتفصلهم ازاي؟ لا ما انا ما بص عملتها هي لا هو الواحده اللي هي البايب الواحد ده، او الفرده الواحده تعتبر 3 خطوط، لان هي خط يمين وخط شمال وفي ليد في النص. ماشي، انا عملت ده كله، عملت لها الليد اللي في النص ده، عملت له انسرت واكسترود.
ماشي ثم وبعدين بقى هنعملها بأي ريندر هنا بقول الريندر وريكتلانجل، ريكتلانجل ريكتانجلر اهو، اه. وبعدين ايوه بس كده نظبط اغير الاشكال ده. اغير السكن ده اهي. ها ودي هتعمل منها ثلاثة، ايوه يعني انت هتاخد من اصلها دي، اشوف بس فين البيفوت اهو، واجي هنا كده شيفت واروح واخد منها ثلاثة. اللي في النص دي بقى انا ممكن العب في السكنس بتاعها، خلي بالك يعني انا مش لازم يكونوا هما دي كده، شوف كده اهي، دي كده اهي اهي، وهاخد اللي في النص اللي هي دي، وتيجي هنا كده من موديفاي سكيم، واجي اقلل هنا الثيكنس اهو ايفا مش دي اللي انا ايوه هحولها لمش مش لايت؟ اه. ما هي بس انا بقول له تعمل الحشوه ازاي، يعني تعمل الفراغ ده ازاي. انت بعد اه كده لما هتيجي تاخد دي كده وتروح انت جاي عامل هنا كده دي جروب، ثم تيجي تاني هنا هيراركي وتقول له هنا افكت بيفوت، وتنقل البيفوت على حسب الفراغ اللي في النص، عايز كام واحده. دي احنا خدناها دي ايوه يمكن تاني محاضره في موضوع البرجوله لو انت فاكر. تعمل روتيشن اه اه حاجه هنا كده اقفل دي انجل، واروح جاي قايل له لو سمحت انا عايز 10، يرتب هنا 36 مثلا. هما كانوا كام واحده؟ طب واقف كان 6 مثلا، لا هم اكتر من 6. اه هما ايه 4 و4 اعتقد 10 10 تقريبا. اجي اقول لان لهم هم انا كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12، يبقى اكتب هنا 30 في الانجل اهي، كانوا 3 واجي اقول له هنا شيفت مع مره واحده، واقول له لو سمحت انا محتاج هنا 11 غير الاصل. يعني حته التكرار دي ما فيهاش مشكله بقدر ما انت مهم ان انت كنت تعمل حشو عشان تديها لها ليد لايت في النص. طبعا ما تروحش تعمل الكلام ده وتعمل ليد لايت واحده واحده، انت تعمل واحده وتخلصها وتشطبها بالماتيريال وبعد كده تكرر. وصلت؟ بس هم لازقين في بعض من النص. في النص لازقين في بعض ازاي؟ يعني هو بص حضرتك في الصورة. اه الفراغ ما بينهم قليل، يعني هتغير البيفوت، اه اه والبيفوت اه يعني انت البيفوت بتاعك اللي هو ده من ده كله بيتحكم انت بص حضرتك بالبيفوت هم هنا ايه، هم طالعين كلهم كلهم طالعين حتة واحدة ومن فوق ماشي عاملين اهي زي الشجرة. اه. اجي هنا يعني ادي دي بقى انجل، اجي هنا كده ادي روتيت، شفت هو ايه وتدي لنفسك مثلا على حسب وسع البيفوت، خدت بالك؟ بص هنا البيفوت قد ايه، ارجع البيفوت ده، ما هو الكلام ده بيبقى عنده هنا بالمقاس، ان هو يدي لها مثلا مقاس بيفوت قد كذا. بص ممكن نعمل الحتة بتاعت الميش لايت. طبعا اي اه خلاص، يبقى الكلام ده على حسب الريديس او المكان اللي موجود فيه. او انت كده تمام؟ تمام يا دكتور تمام. كان في برضه ولو شوية حاجات كده، كان في شوية أسئلة برضه أنا قول يا فندم كنت عايز براحتك أفكر. حاجه وممكن بس نعمل الحتة المكان بتاعت الميش لايت عشان أنا برضه دي المش شفت لايت معايا. اه، المش لايت اللي هي بتاعت الاضاءه يعني. اه اللي هي هنا الحتة اللي هي في النص دي. هقول لك المش لايت، انت في عندك حاجتين ممكن تنور بيهم، يا اما مشايه، طبعا احنا محتاجين استوديو اللي هو لايت وايه، وعشان نعمل ريندر يعني. عشان تعمل ما لا مش مش لازم الريندر. اه يعني بص، انت بتعمل مش ادي هنا لايت، وادي هنا كده ادي في ري، وادي هنا في ري لايت، وراجعي واخد من هنا مش. ايه هو المش؟ هو ده عباره عن وحده اضاءه بتسمح لك تحول اي اوبجكت اي مكان شكله لوحده اضاءه. طب ازاي؟ بس شرط ان هو يكون 3 دي، يعني ده كده ده 2 دي، فلازم تكليك يمين كونفرت تو احوله بولي عشان اقدر امسك المش لايت اللي هي دي، واجي من موديفاي اقول له هنا بيك مش، واروح واخد دي كده بالنسبه له بقت عباره عن ايه؟ لايت بقت لايت. حاجه تانيه اللي هي عباره عن ايه؟ انا ممكن ما اتعبش نفسي بقى بموضوع المش لايت، انا ممكن امسك كل دول او الفراغات بس اللي في النص، واجي الماتيريال وهاخد من هنا اي سلوت ساندرا اهي، وبعد كده اروح جاي واخد اللي هي الفي ري لايت ماتيريال، في ري لايت ماتيريال، يبقى انا كده اديت لهم هنا ايه لايت بس بالماتيريال، وادي المالتي بلاير بتاعتك. وصلت؟ تمام. اه تمام. ايه تاني؟ طب انا بعت صوره كده على الجروب يا دكتور. كنت عايز اعمل انا كنت شغال على اللي هو بتاع الهنز ده تمام، انت اللي بعت لي موضوع تركيب اللي هو الصورة على الكاتشب. الكتلة؟
طيب ايوه بص اه بص، انت دلوقتي فكان عندك مثلا، ما انا اه هقول لك، انت معاك دلوقتي مثلا عندك كتله، والكتله دي عباره عن ازاز. يعني مثلا هاخد من هنا، تمام هرسم مثلا هنا سيكشن اهو، كان دي ازازه مثلا. يعني هاجي هنا كده ادي اللاين، واجي هنا السناب 2 دي، وهاجي اخد من هنا جريد بوينتس وفيرتكس، وابتدي ان انا اروح جاي راسم ايه الازازه اللي انت ايه اللي انت تعمل مثلا. تمام وهاجي اخش مثلا كده، ممكن ندخل دي كده مثلا شويه اهي، وانزل بيها كده، ده هتكون هي دي شكل الازازه اه ولا لا. واعتقد القرصه شغال، فانا ممكن اجي كده اقفل القرصه واشتغل بالجريد بس اهي، عامله كده. واذا كانت نازله مثلا كده مثلا وجايه كده وقافله كده، اي ما كان شكل الازازه يعني. احنا في عندك من تمام ضمن في من ضمن الاوامر اللي احنا خدناها اللي هو امر اسمه ايه؟ بروفايل اللي هو الاول، بس هاخد من هنا امر اسمه ليس، هاخد ليس هنا اتاتش، بروفايل واروح جاي واخد هنا، واجي هنا كده ادي فيرتكس، واروح جاي ماسك بقيه البوينتس، واجي اقول له هنا ادي ويلد. الشكل ده انا مش محتاج منه لفردة اللاين دي، ليه؟ يعني انا هاجي هنا كده الازازه مفرغه، فهاجي هنا كده ادي اس بي لاين، هقفل السناب، واروح جاي قايل له هنا اوت لاين عشان يبقى ليها تكنس ايه او تحت. ثم ده انا محتاج ان انا افلت، اعمل لهم فلت. طب تعالى نظبط، امسك النقط دي كده، اجي هنا فيرتكس، امسك البوينتس واجي هنا اعملها فلت، شايفه؟ اجي لبق الازازه ده، اذا كان هو مثلا ليه كورنر كده او مقفول، او اذا كانت دي مثلا داخله بردك لجوه كده شويه او طالعه، يعني اي مكان بقى، امسك دي كده فلتها، امسك دي كده فلتها كده، امسك الاثنين دول كده نفس تمام القصه، امسك دي كده، وهكذا لحد ما توصل لايه؟ للشكل اللي انت محتاجه. ثم اجي هنا كده لقيت ان دي كبيره بردك شويه، مش مانع طالما انت شغلته دي، واحنا اتفقنا ان الكلام ده بيسهل لك الدنيا خالص. شايفه؟ عايز تغير كيرف براحتك، تمام حتى بعد ما انت خلصت انت الكيرفات بتاعتك دي، ما بدالك تبتدي انت ايه تعيد تشكيله زي ما انت. المهم الشكل عندك يطلع سموث، واحنا غير كده اتفقنا بقى الكلام احركه ده. ساعات بيبقى واقف. لا، ما انت لازم تدوس على الزاويه القايمه اللي هي دي، وادي ادابتر. ثم حاجه اقول له هنا كده ادي الاول، هروح اعمله هنا اوت لاين، اس بي لاين اوت لاين اهي. ثم راح جاي قايل له هنا ال وانتر لو حد فاكرها، ودي اول حاجه خدناها فين؟ في 2 دي اهي. واجي هنا كده مينيمم او سنتر او ماكسيمم او اي حاجه، خلاص. ممكن اجي اخش جوه ليس، واجي هنا الاكسس، وابتدي ان انا اسيب لها البق بتاعها عشان يبقى مفتوح او عشان يبقى فيها فراغ. المهم مش قصتنا دلوقتي، انا عايز اروح اركب من هنا صوره، هركبها هنا صوره ازاي؟ انت هتيجي هنا كده للصوره اهي، هاخد هنا اي سلوت، واقول له هنا اساين، واقول له هنا شو، واجي هنا كده من ديفيوز، اجي كده واجي هنا كده ادي بيت ماب اهي، وابتدي ان انا اروح اخد له هنا اي صوره، اي صوره منين؟ انا بعتها على الصورة، انا بعت الصورة على الواتساب هي دي؟ وناخدها نحطها. بس خد بالك الباك جراوند بتاعتها دي بيضه مش ترانسبيرنت. ها؟ هي بي ان جي باين، مش فاكر. طيب هاجي بي اخد ان دي جي كده، هاجي هنا كده على الداونلود، طيب دي يمكن اساين وشوف ما جاتش، هتروح انت جاي هنا كده من موديفاي، وتيجي تقول هنا ادي يو في دبليو ماب، جت الصوره اهي شايفها، بس جت رجبت فين؟ على بشكل الشيب كله بوينت. طيب انا بشكل كله في عندي بقى زيتونتين، يا اما هتيجي هنا جوه اليو في دبليو ماب والجزم عشان اجي احرك الصوره دي مكان ما انا عايز، مش عارف حد شايفها ولا لا. ماشي، بس هي دي بتتكرر عندي على الكتله، ما خلي بالك ده طبيعي وده مفروض عليك. طيب طب ايوه احلها، بتحصل عندي ماشي طب احلها، لا طب انا مش فاهم احلها ازاي. هقول لك، قبل ما تركب الماتيريال دي كده، انت محتاج ان انت تعمل حاجه، اللي هي ايه؟ ان انت تيجي هنا كده من موديفاي، واجي اقول له لو سمحت تروح هات لي هنا ايديت مش او ايديت بوينت. ليه؟ عشان امسك الاجزاء اللي انا هنزل فيها الماتيريال، هل هي جزء واحد او كذا جزء؟ يعني هتيجي تدوس على اف 4 كده، انا محتاج انزلها في المساحه دي. كنترول، هاخد دي ادي بوليجون اهو،
ودي احنا خدناها، اخد دي كده اهي، انا عايز انزلها في الحته دي شايفها. تمام تمام طيب يا اما اخد دي ودي حل من ضمن الحلول واعمل له هنا اي دي، ده اللي انا كنت بتكلم فيها مع جو، يبقى دي رقم ثلاثه ودي له اي دي، او بتبقى اسهل احيانا ان انا اجي اقول له هنا ايه يا مصطفى. ايوه ديتاتش. انت بتاكل ايه يا مصطفى؟ لا ما حضرتك والله. يا كريستين ايوه مفيش سيطرة النهارده يا كريستين خالص. مش عارفه في اجازه اسبوع بقى فاهم. ماشي، واجي اقول له هنا كده اساين، واجي اقول له هنا كده ايه ادي شو خلاص، واجي اقول له هنا على الحته دي اروح جاي اعمل لها يو في دبليو مان. تمام انت معايا؟ تمام سواء على دي سواء على الكتله اللي هي دي كلها خلاص انا مش محتاج فيها ماتيريال الا تكون ازاز، تكون شكل مش عارف كذا، اهي اساين شو الحته دي فاهمني؟ دي ماليش علاقه بيها اصلا. صح كده. ودي اللي هتتركب على المكان الفلاني. اللي هي دي. وصلت؟ وصلت كده تمام. نظبطها بقى احنا على الشكل يعني. والصورة تكون ترانسبيرنت يكون أحسن. هتنزل بالاوتلاين بس اللي حواليها بس. الاوتلاين بس اللي موجود، ويا سلام كمان لو انت عملت شيب 2 دي لنفس الاوتلاين ده هتنزل لك اكيوريت بالظبط بالظبط يعني. 2 دي 2 دي زي اللي احنا عملناه، وفي كيرف اللي احنا عملناه سوا انا وانت. زيه كده بالظبط. تمام. طيب بص بقى، تاخد امتحان ولا تاخد امتحان بزتونه عشان نقفل على الموضوع بدل الفاينل، ايه رايك؟ ايه رايك يا كريستين؟ امتحان بذاته بدل الفاينل، ولو محدش جاوب اخصم الدرجه. جديد ماشي خلاص، خلي بالك احنا انتهزنا فرصه ان جو ايه مش مجمع. يا عشان جو باكل كحك بالملبن ما بتتكلمش. ايوه ار بقى، ما انا عمال اكلمك وانت ما شغال يعني. دكتور بس ممكن بعد ما نخلص أوري لحضرتك الفايل بتاعي. يا ريت طبعا. طيب فعلا اللي هيحلها فعلا هديله نص درجه الفايل، اللي هي عباره عن ايه الزتونه دي. دلوقتي انا معايا الاكزامبل اللي احنا شغالين عليه، او يمكن واحد تاني ما اعرفش انتوا عارفينه ولا لا، اللي هو الاستوديو ده كنسل، واجي هنا ادي الاستوديو اهي، وده اشتغلنا عليه اعتقد اخر مره اللي هو ده. اوبن جي الفايل، اي جي الفايل بطبيعه الحال لو انت الفايل ده مش انت اللي عامله فانت بتروح تظبط السيتنجز عشان ما تقعدش تحتاس وتلاقي ان الفايل بتاعك تقيل يعني. تعال هنا دي كده، وادي هنا لايتنج اند شادوز والكلام ده ماشي، وده انا مش عايزه الكائن ده، هعمل ان هايد واطلع دي. حد فاكر موضوع القماش والحرير والكلام ده كله؟ طيب انا عايز اروح اعمل تيكتشر او اكتر من تيكتشر على نفس الشكل ده كده، هعمل صاب ماتيريال او صاب مالتي ماتيريال. ماتيريال او مالتي لا ماتيريال ماتيريال مالتي ماتيريال دي او سب اوبجكت هتديك على كل كتير. سايد ماتيريال. لا ده انا بكلمك حد عارف اللايرز، لايرز كلك ورا كلك، يا نهار اسود، مش لا انا ورق مش فاهم كحك، السؤال، مش ورق كحك يا مصطفى، ورق كلك. انا مش فاهم السؤال والله. طيب حد عارف ورق الكلك، ورق الشفاف؟ انا عارف ورق الكلك. لما تيجي تحطي كلكايه فوق الثانيه فوق الثالثه فوق الرابعه ايه اللي بيحصل؟ دور فوق الثاني فوق الثالث فوق الرابع ايه اللي بيحصل؟ الادوار كلها بتظهر. فاهمين ولا مش فاهمين؟ بتظهر. طب لا انا مش مصطفى فاهم حضرتك تقصد ايه بالموضوع ده انت عارف اللايرز يا مصطفى؟ يعني. ايه فايدة اللايرز يا عارف مصطفى الليرز في الكاد؟ ايه فايدة اللايرز؟ ان كل حاجه بتدي element لوحدها يعني، ده كذا طيب وده كذا وده كذا تمام، وكذا. وانت لو اظهرت كل اللايرز بتاعتك ايه اللي بيحصل؟ كل الليرز بصيرة. انت اظهرت كل اللايرز اللي عندك كله هيبقى ظاهر على بعض. مصطفى، قوم اغسل وشك كده وتعالى انجز انا بس. بقول كده برضه أو عشان ما جبت
بص انا همسك دي كده واجي اديلها مثلا خامه حرير، ومش كل انواع الخامات او القماش الحرير او اي قماشه بتبقى ساده، في احيانا بيبقى عليها نقشه او بيبقى عليها رسم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا انا هاجي اخد دي كده واجي اقول له هنا كده ادي اساين، واجي هنا شغل. هعملها ازاي؟ هاجي كده يا عبد الوهاب، هاجي اخد من هنا فول اوف، وبعد فول اوف هعكس الالوان، ومثلا هاجي اديلها هنا درجه زي اللي انا عملتها من شويه اهي، دي تي غامق، وهاجي اخد من دي اللي هي لونها احمر، ماشي اللي هي دي اوكي. ثم هعمل حرير ازاي؟ هطلع، معرفش انت حضرت عبد الوهاب دي اه ولا لا؟ اه ايوه ايوه اه، اروح جاي واخدها كده، كده. واجي هشام اروح جاي مطلع النقط دي كده اهي، واجي هنا بموف اروح ساحبها كده. وابتدي ان انا اغير البوينت بتاعتها بيزل سموث اهي، واروح فاتحها، واجي هنا كده بيزل سموث برضك اهي، واجي هنا كليك يمين بيزل سموث اهي، حد شايف؟ تمام. خلاص، واجي اعمل هنا كده اساين وشو، والموضوع خلص. واجي اعمل هنا ريندر، بس نتاكد ريندرينج ريندر سيت اب. احنا شايفنا على السيتنجز ولا لسه؟ لا لا لسه لسه. حاجه هنا كده واقول له هنا ادي بي ري، واخلي الباكت ده تعالى نطمع شويتين، خلي هنا اربعه المفروض ثمانيه. باجي هنا الجي اي ريديانت لايت كاش، واجي اقول له هنا كده فيري لو، واخلي صاحبتنا اللي هي اللايت كاش دي تعالى نطمع برضك شويتين، خلي هنا 300، واجي اعمل هنا كده من ده. طيب انا بقى مش عايز الحرير ده صافي كده، ده انا عايز الحرير ده عليه رسم، هعمل ايه؟ جو انت جيت يا جو؟ أنا معاكم. طيب اعمل ايه بقى؟ عايز الحرير ده عليه رسمه من فوق، اعمل ايه؟ رسمه نقشه هنروح على الماتيريال ونجيب الرسمة ونحطها عادي من بيت ناس. فين بقى؟ الله، انت قصدك ان انت عايز وظيفه تجمع لك ما بين رسمه او اثنين او ثلاثه او اربعه، صح؟ اللي هي بقى فين؟ يعني ادي الرسمه اهي، ماشي. الحرير ده انا مش عايزه كده، ده انا عايزه يكون عليه رسمه فوق او نقشه. في البتاع اللي احنا كنا عملناها قبل كده دي، اللي هي اللي هي لما رحنا جبنا الرسمه وحطيناها على البرنامج اللي هو بره ده، اللي هو بتاع الادوب ده. الستريتور يعني، بس ده كان بيحول لك الشغل بتاعك 3 دي فعلا، انا بتكلم على صوره، على تيكتشر، على ماتيريال، نص الفاينل والكشف كمان. نفسي. والله طب فرصه لا تعوض حتى. يعني حتى بالنسبه راح الاوباسيتي من الباب بتاع من الباب تحت. خلي بالك، انت عندك مين عنده مشكله؟ في عبد الوهاب، وفي كان فين الكاشف؟ عبد الرحمن، انا هنا وعبد الرحمن، انتوا الاثنين لو انتوا خدتوا نص الفاينل الموضوع بتاعكم اتحل، لان في ازمه بالنسبه لكم في تسليم الاساين. ليه انا على طول بسلم ممكن الاسايمنت؟ ها؟ انا على طول بسلم الاسايمنت، هو اخر مش محاضرتين بس، اه ما ايوه، ما انا بقول لك مش كله، ما بقول لك في نقص. ما في محاضرتين بس دول اللي كان فيهم ظروف كده ما حضرتهمش اصلا. ايوه ما انا عارف، ما انت قلت لي انا هحضرهم واجيب لك الاساين. هنروح من الماب نختار اوباسيتي وننزل الماتيريال العادي عليها ونشوف الرسمه طيب بس ونحطها. بس خد بالك ان الاوفيست هتديك درجه شفافيه، صح؟ هحطها فين هنا؟ على الرسم عادي، على نفس ال يعني هشيل الفول اوف ديفيوز ولا اعمل ايه؟ لا ثواني. فين ساندرا وفين ساره؟ شيل ديفيوز. هتحط البتاع تشيل ديفيوز، يبقى معاك انت تشيل الحرير، يبقى يبقى نشيل انت كده شلت خامه اصلا. انا عايز احط في الخامتين على الاوضه. بعض، ممكن ان في اي ماتيريال ماشي حلو والله. شكل مين بقى، ساره ساره ولا كريستين؟ ساره طيب او كده يا باشا، انت ما تحدد الجاي. الواجب الساعة واحدة ونص، ده كده عارفه لا كل حاجة. اله الا الله، والنبي عشان خاطر سيبها جو. والله بتحل الواجب واحدة عشان هنسالها الموضوع ده. طيب ها دي ري فاست اس اس كده. من ايه دي يا سارة دي؟ بلند بلند كده انت خدتي نص الفاينل ده. ها كملي. ما شاء الله، بتحل واجب واحدة ونص وتاخد نص الفاينل بتاع أرزاق. ها يا سارة، خلي طيب بالك انت مش هتلغي القديمة، ان انت لو لغيت القديمة يبقى انت كده تلغي الايه، الحرية، انت هتكيب keep old material as sub material. ما هنعمل بس اوكي. ايوه
هنا بقى مش انت عندك البيز ماتيريال اللي هي الحرير، مديكي بقى 9 كلكات او 9 خامات تقدري تحطيهم فوق بعض. الجهه اللي هي دي احنا ما خدناهاش على فكره، البلند ماتيريال اللي هنا بحط الصور، مش لازم احط كله، انا ممكن احط واحده بس، 2 3 زي ما انت عايز. هنا بحط الصور وهنا بحط اللون بتاع الصور، مش فاهم يعني. هاجي من عندي كلمه نوماد وهاجي يسار هنا اهو كده بيت ماب، تحب ناخد مثلا فين يسار؟ تعالي مثلا يسار، ناخد دي ولا دي؟ تحب ايه؟ الأولى. اوكي تمام، واعمل كده اساين وشوف. حتى التايلينج كويس كده ولا كررها؟ خليها 3 في 3 بس. وارجع جو تو بيرنت، الصوره اللي انت حطيتيها هنا عايزاها بانهي لون؟ هخش من هنا من نان واخد في ري ماتيريال واقول لو سمحت انا عايزها مثلا باللون ابيض مثلا. خلي بالك ان مش لازم تديها لون صريح، انا ممكن اخش من هنا وادي لها صوره او ادي لها فولوف او اعمل زي ما انا عايز. بص كده لما تيجي تعمل ريندر وصلت. شكرا يا ساره. طب هي ايه الفرق بين المالتي سب سبجكت ديت وايه لا الفرق بين دي؟ المالتي سب اوبجكت ده انت بتروح تحط على كل بوليجون او كل صعيد ماتيريال، لكن انت هنا حطيت السطح كله، حطيت عليه 2 او 3 او 4 او 10، طب ما دي الافضل، بليند افضل صح؟ ملهاش علاقه، دي حاجه ودي حاجه. التانيه انت بتروح تحط على حته معينه، على جزء معين، انت فاهمني؟ لكن انت دي تمام. لكن انت دي بتحط عندك على الشكل كله. وصلت؟ وصلت؟ يا جو يا هشام ايوه وصلت؟ تمام. تمام. يعني ده عباره عن لاين معمول له فالت ومدير لون جراي، وبعد كده حاطط لايت يمين وشمال ورايت فوق، ده استوديو اي حد منكم يقدر يعمله، بدل ما نقعد نعمله ايه ونخسر وقت. طيب دلوقتي كان سؤال عبد الوهاب ايه اللي احنا من الحاجات اللي احنا كنا ناخدها، هو عايز يعمل شكل جراس او عايز يعمل شكل سجاده، سجاده طبيعيه يعني. طب الكلام ده هعمله ازاي؟ اول خطوه، هو في حد سامعني؟ اول تمام. خطوه انا هروح اجيب هنا تشامفر بوكس. ايه ده اشمعنى يعني؟ التشامفر بوكس ميزته بس في اللفه بتاعته اللي هي دي، شايف هتشوفها ولا لا؟ انا مش مهم بالنسبه لي، مش مهم بالنسبه لي الارتفاع يعني. تعالى بس نغير هنا اليونتس بتاعتي، اخلي هنا سنتيمتر اهي، وهخلي هنا ان الهايت بتاعي ده اخليه مثلا 0.2 ولا حاجه. الفالت طبعا اكيد مش 22 سم يعني، خليها مثلا 2 كده ولا حاجه، خدت بالك؟ وده طول وعرض، ده شكله، وممكن اديله هنا مثلا زاويه كده خلاص، واطلع بيها بره. طيب هعمل بقى صاحبتنا دي ازاي؟ هو انت ليه اشمعنى تشامفر بوكس يا ساره؟ عشان تشامفر بوكس ملفوف، شايف حد شايفها ولا لا؟ اطرافها ملفوف، فالشعر بتاع السجاد هيبقى جاي ملفوف كده زي اللي هو الشراشيب اللي بتبقى موجوده في اي سجاد. طب انت محتاج تعمل ايه؟ محتاج حاجتين، اولا محتاج شكل السجاده عشان تبتدي انت تشتغل. انا نجيب دي بس كده اهي، او حتى اروح اعمل لها روتيت واظبط الزاويه بتاعتها. تعالى نجيب مثلا من هنا، نقول لو سمحت انا عايز كاربت بيكتشر، اختار عمر كده. ايه رايك ناخد دي؟ شكلها وحش تمشي؟ اللي جنبها بقى جنب دي جنبها ماشي يعني. هذه الصورة جيبيك فايل او بي ان جي، هو يستحسن انها تكون ماشي بس بي ان جي ماشي، بس هي يستحسن انها تكون جيبيك، هناخد دي. طيب ثم هتيجي هنا كده، اول حاجه او اول حاجه مهمه يا كريستين ان انت السيجمنت دي تكون زياده، لان بناء على السيجمنتس بناء على كميه الشعر او كميه الجراس اللي هي هتطلع منها كل ما هتيجي تزودي، ودي للاسف دي كان حاجه كنا بنحذر منها في الاول بس انت مضطره ليها في الكلام. طب ثم هطلع عندي هنا كده من كريت، وهاجي اقول له لو سمحت هات لي هنا جيري، هتلاقي في عندك هنا حاجه اسمها ايه؟ بريفر. جيري دي ريفير. الفير دي بص، مجرد الضغط انت ماسك الاوبجكت، مجرد الضغط عليها بص اللي هيطلع، هتشوف حاجه؟ لسه مش هلعب في السيتنجز، مش هكلمها دلوقتي.
لكن انا هاجي الماتيريال، والصوره اللي احنا جبناها انا وعبد الوهاب من شويه هحطها مره على الجراء، مره على الفير، ومره على الشامفر بوكس. يعني هاخد من هنا اي سلوت واجي اقول له هنا كده اساين، واجي اقول له هنا شو. خرجت من الامر خلاص، وخلي بالك عشان الامر ده تقيل، همسك الشامفر بوكس واقول له اساين وشو. ادي الشامفر بوكس اهو، ادي الاساين وادي الشو. فين الصوره اهي؟ اجي هنا بيت ماب، واروح جاي واخد الصوره اللي احنا حطيناها اللي هي دي. حد معايا ولا فين؟ عاد مع حضرتك تعالى بقى اعمل هنا ريندر على الوضع الحالي. شايف حد شايف حاجه اه ولا لا؟ خلاص اي، بس دي مش سجاده ولا جراس خالص. هقول لك، ما خلاص انا بوريك بس الشكل ان هو سامع الكلام وطلع الشعر ده بناء على التيتشر اللي انا حاططها له. همسك بقى صاحبتنا دي اظبطها، اللي هي اسمها البير. هتيجي تقول لي اللينس 38 سم ليه؟ ان شاء الله هنخليه مثلا هنا اهو واحد، خليه اثنين. طب الثيكنس هنخليه مثلا 0.2. تعال نشوف كده رندر. وقول لي سجاده ولا مش سجاده؟ لا سجادة. اه ده سجاده ونص. حلو. نعم سجاده. اه وخلي بالك في حاجه، الكلام ده هو تقيل بس انت محتاجاه عشان يديك رياليتي في الصوره. خلاص بتبقى تقيله حتى في الريندر، اه مفيش مانع عشان السيجمنت زياده، بس هي في النهايه هي عباره عن سجاده واحده. الشراشيب بتاعتها موجوده على الاطراف، وهي هتترندر وهتديك شكل اللي هو الايه، الشراشيب بتاعتها موجوده حتى في النص. لا في بعض الاحيان جت فتره كده كانت بتبقى في سجاد الشراشيب بتاعتها متختخه زي ما انت شفتوها كده من شويه. خلاص دي حاجه. بصوا ازاي؟ شايفها؟ جدا طب تمام. لا معلش، هو عبد الوهاب سأل على الجراس، هي نفس القصه، بس بدل ما هتاخد، بس هنظبط فيها شويه تظبيط. هاجي هنا كده وتعالى نغير الصوره، نجيب مثلا شكل جراس من الموجودين عندي. يعني هاجي هنا كده حق جو، وهاجي اقول له لو سمحت اديني هنا صوره اهي. وتعالى ناخد مثلا يا جو، ناخد صوره من الصوره. حلو. اه بس خد بالك شكل النجيله الخضراء ما تبقاش 2 سم، هنقول مثلا 3 او 4 كمان. طب انت عندك الثيكنس، اه الجرافيتي انا مش عايزها تنجذب لتحت، مش عايزها تبقى مايله كده، مش عارف حد شايفها اه ولا لا. ممكن اخليها طيب. زيرو. في عندك بند ممكن تتنيها احيانا، ماشي. اي طب انت عندك في تيبر، حد فاكر امر تيبر اللي خدناه في المحاضره الثالثه؟ ايوه ان هو يبقى ضيق من تحت او واسع من تحت وضيق من فوق، اللي هو شكل السهم او شكل السن المدبب. اه طب ما ده شكل الجراس، فانت هنا ممكن تديلها هنا مثلا تيبر، هخليها مثلا 0.3 مثلا. وتعال نعمل هنا ريندر وقول لي ده جراس ولا مش جراس. بس سيبه بقى، واحنا في النجيله دي ممكن نطلع منها ظهور والكلام ده كله، ممكن نستخدم فيها برضه امر البليند ده. بص هو امر بلند مش هينفع فيه موضوع الظهور ده، لان انت عندك امر بلند هو بيركب اكثر من خامه على بعضها هتبقى فلات على الارض، لكن انت عايز حاجه حيه، حاجه تنطق الشكل، فانت لازم تجيب اوبجكتس وعندك المودلز كتير قوي قوي يعني. وصلت؟ وصلت؟ وصلت. تمام. كلنا عندنا ستايل في البيت. طب انا عايز اعمل دي ستار. انا مش بتكلم على المودلنج، ما المودلنج انا عاملها قدامكم اللي هو بامر ويف. انا عايز الله دي ينور. ستار. ها؟ عندي بس مش فاهم. عايز اعمل ستار. اوكي. انت عندك كام ستاره في البيت؟ في ستاره تقيله وفي ستاره خفيفه، صح؟ طيب انا عايز اعمل هنا الستاره الخفيفه، عاملها ازاي كماتيريال؟ يلا ده السؤال. طب ممكن ستارة بس خفيفة. 5 دقايق أو حاجة نفكر ونقول لحضرتك؟ لما تاني أنا ممكن أعطيك عشان حاجة، انا مش فاهم السؤال. أنا عايز ستارة، عايز أعمل ستارة خفيفة.
اصل في ستاره ممكن اخد اعمل ريكتانجل واعمل له لاتيس بعد كده اعمل له كلون. لا انا مش بكلمك على الموديلنج، انا بكلمك على ماتيريال. وخلينا نفكر سوا. مش الأشعة اللي بره اللي جاية داخلة في الستارة دي هي اللي بتخليها خفيفة أو تقيلة؟ جدع، لا هي اصلا خامتها خفيفه، والستاره بتخش آه بتتخلل من مين؟ من من الستاره. الضوء. امر ايه بقى اللي احنا خدناه بيعمل كده؟ ستارة بتخلل من ستارة؟ ما هو في كلون، ممكن ناخد كلون. قلطم على وشي، ايه الحاجه اللي أمال إيه بتخلي طيب؟ الاضاءه تعدي؟ ريفليكت 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 ده بالال ولا ريفليكت بالار؟ آر اه اللي بالآر. حلو، لان احنا اتفقنا ان الثلاث اجزاء دولت اللي هم بيكونوا الماتيريال. واحد بيعمل ديفيوز، خلي بالك عبد الوهاب انا بحاول اعيد عشان انت الحاجات اللي واقعه منك انت وعبد الرحمن. تمام. خلاص، فانت عندك هنا ديفيوز، هتبقى وساندرا اعتقد كان في برده كام مره غلط. فانت عندك هنا ادي ديفيوز، خدت بالك ده لون او ماتيريال. ريفلكت اللي هو يا الانعكاس. دكتور بس انا شفتهم. تيوم طيب كويس، ولو احتجت اي حاجه في اي وقت الف مره مهمني. خلاص، شكرا يا دكتور. العفو. وادي ريفلكت اللي هو الانعكاس، وادي ريفراكت اللي هو الانكسار. طب تمام، الانكسار ده الراجل ده قال لنا اللي هو ازاز بلاستيك، يعني حاجه بتشف، يعني هي زي الستاره الخفيفه الموجوده عندنا في الدنيا. طب تمام، هتديها لون وتبقى كلها شفافه. ها، ولا تيجي تاخد من هنا خامه؟ أكيد آخد تاخد من خامة هنا يعني. خامه هي مين؟ فولوف. فولوف. اشمعنى؟ لان الفولوف دي عباره عن درجات كمل. الوان ابيض واسود او جراي، صح؟ فمعنى كده ان هو بالنسبه له الابيض هيبقى اكثر شفافيه من الغامق، صح؟ طب سؤال، طب هو انت ليه ما خدتش جريديانت؟ جريديانت بياخد الكتله كلها عشان او الستاره كلها من اول لاخر، ملوش علاقه مين فاتح ومين غامق، هو غامق ثم فاتح. لكن الفولوف بتعمل حسابها في الكسرات دي، يعني كل كسره بتبقى اغمق او ما بتعديش اضاءه من زي الأدم. الفتح، عشان كده انا خدت فولوف. وعملها هنا كده، اعكس فين الصوره اهي، حد شايف الشفافيه جت في النص ازاي؟ خلاص تمام. الله. طب الميكس كيرف هنا يا حاج هشام ده مش بيلمع بقى، ده بيزود لي قيمه الترانسبيرنت او بيقللها، مش عارف حد شايف المربع ده اه ولا لا؟ انا سايبه اللون ده، اللون الاحمر ده عشان يبقى باين بالنسبه لي، وممكن اكليك يمين اخليه هنا كورنر وابتدي اعلى في الكيرف ده عشان السموزنج بتاع السحبه دي، مش عارف حد شايفها اه برضه. طب تمام خلاص كده، انت كده عجبك وكده بقت ستاره، اعمل كده هنا اساين وارجع جو تو بيرنت. يبقى انا كده مجرد ان انا خدت في ريفلكشن، في ريفلكشن بالار خدت هنا فولو. بس استنى، ما انت سايب له مين؟ الاي ار. هو الاي ار ده اللي هو ايه؟ حاجه كده عبد الوهاب اسمها اندكس معامل الانكسار، ريفلكشن، معامل وعامل الانكسار. انكسار القماش زي الازاز. لا طبعا هشوف الجدول فانتاستيك. بقى. لا هتروح الجدول هتخلي فيه مثلا 1 بوينت مثلا 2 3 يعني. انا كده معايا؟ هاخد الدرجة كاملة على فكرة. ماشي، هخليها 1 بوينت 2 3. وقول لي بقى انا كده، الوحيد اللي بجاوب، انا اللي مش عايز اتكلم عن نفسي. واحدة بتجاوب. طب بس خد بالك، تعالى بقى نغير اللون ده، بدل ما يكون لونه احمر خليها، تحب نخليها ابيض ولا ايه؟ ستار هخلي ابيض دور، ها كنت عايزه جراي والله. جراي. ماشي كده مثلا. طيب واعمل رندر. بس انا عايزك بقى لما تيجي تبص، انا عايزك تحسها، هل هي فعلا ستاره اه ولا لا؟ الشفافية عالية شوية ولا تاني؟ شفافه قوي. اتدخل بزيادة تعالى بس ايه عشان نكسب وقت. وانا مش شايفها، ولا انتوا اللي شايفينها قد ايه؟ ما انا هاجي اعمل دي كده حته، او خليها مش مشكله. هذا لسه هيرندر الكل؟ لا، انا قادر يجي من اهي. طب ستارة صح؟ لا لا ليه؟ هي دي كده الشفافية. ستارة مش زي اللي عندنا في البيت؟ طب ايه ناقصها ايه طيب؟ شوية ناقصها سماكة. opacity. ها؟ يعني معنى كده ان ناقصها انت سماكة. ثيكنس يعني؟ ما انت ممكن تعمل شل، بس خد بالك لا برضه. هي لا
محتاجة لا هي تبقى بيت محتاجة أكتر تتخن من كده شوية، شوية. محتاجة تتقل شوية. يمكن المكان معتم شوية. طب خلاص تعالى من هنا كده وقول له اكسبوجر لو سمحت. ستاره مستاره ولا قلبت تشمع ترانسبيرنت موجود في المحل؟ لا ده هي شفافية زيادة يا شوية، قلبت تشمع لأن هي شفافة. تمام. طب هي أعمل إيه يا محتاجة، عبد بص يا الرحمن؟ مستر، طب أعمل إيه يا عبد الرحمن؟ قول قول محتاجة طبعا. والله. ده أنا أي حد منكم واحد، كلكم واحد. ها عايزين ماتريال تانية، آلي هتغير يعني اللون يعني ايه شوية. ماتيريال تانية؟ يلا خد دوس في المارك. ها محتاجة تاخد نقشة بالظبط. يعني؟ لا مش تاخد نقشة بقى، لا ما مش عايزه نقسم، ما لا انت خلي هي بالك. ها هتزود عليها، هتزود عليها زي التكتشر مثلا، قول او بقى قول. ها زي البومب مثلا او حاجة، بس لا بس خد برنت. بالك، ما انت خد بالك لو انت طلعت بره في الريسبشن عندك هتلاقي فيه ستاره خفيفه، بتبقى شيفون، بتبقى دانتيل، بتبقى كذا، خدت بالك؟ وفي نفس الوقت ممكن تبقى فيها رسومات ومفرغه وممكن تبقى ساده. تمام. طيب احنا عندنا الساده دلوقتي اللي هي الابيض الشفاف اللي هي شيفون، هي دي ولا مش هي؟ مش هي. مش هي. لا مش هي، حلو. محتاجة لا مش هي. دي محتاجة تتقل. انت عارف ليه؟ انت عارف ليه مش هي؟ لان انت عندك اشعه الشمس انا ما بشوفهاش عندي كده، لو انت جايه صاحيه الصبح وبتفردي الستاره عندك على الشباك وفي شمس جالك من بره، مش هي دي الصوره صح؟ بتلاقي في جلوين كده جاي على الكسرات بتاعت الايه؟ بتاعت الستاره صح؟ لينس الحمد لله. افكت، ها؟ لا لين غلب وزود الامتحان؟ يعني هو كده، يعني كده هلعب في الإضاءة نفسها، هلعب في الرفلق في الرف... في ال... في الإضاءة نفسها، في الشمس نفسها يعني. نقلل الفروق في شنو؟ ما هو ده كان امتحان، اقول وازود. ما عايزين طب نتقل انا الستارة هسألك صح؟ سؤال معلش، تمام؟ هي دلوقتي الستاره دي شفافه، تمام؟ ماشي. شفافه بزياده، ده ناتج ان الشمس جايه ضاربه فيها على طول. لا مش شرط. بص في بعض الناس وهي بتعمل الشغل بتاعها تقول لك مش مشكله طالما هي ظاهره ستاره فمش قضيه. خلي بالك كل حاجه بتكسل فيها او بتتكاسل ان انت تدي لها الافكت الطبيعي بتاعها فانت بتفقد من درجه الرياليتي بتاعت الصوره. انا كان في عندي حد كده كل ما اجي اقول له اعمل كذا يقول لك وانا لسه هعمل كذا. ما انت خلي بالك انت بتديها شوت، والشوت ده المفروض تبقى درجه الرياليتي بتاعته زي الصوره الاصليه. كل ما اهتميت بكل تفصيل عندك في الكادر بتاعك كل ما انت عندك قربت من الرياليتي كل ما الصوره بقت احسن واتباعت احسن وانت قبضت. انتوا حد معايا ولا؟ ايوه طيب دي ما هياش شكل الستاره خالص، اللي انت عملته صح مش غلط. يعني اللي هي الموضوع ان انا اجي الريفراكت واحط لها فول اوف وابتدي ان انا احط الاي او ار وابتدي القصه دي كده صح، بس ناقصها لها زتونه مهمه اللي هي ايه؟ اذا انت بعد ما انت عملت الحركه دي هتطلع عند مين؟ بيري صار انت ماتيريال، معايا ساره صح؟ بيري ماتيريال. بيري ماتيريال هي دي مالها؟ هدوس كده عشان اعمل ايه في كده؟ انا كل شويه وصلت بعلم. مين بقى اللي قال أنا كده؟ انت واخده الربع فوق النص. انت بقى ساره ولا ساندرا؟ ما أنا صار طيب كده انت واخده الربع، كده واخده ثلاث ارباع الفاينل. ايه بقى التو سايدد دي؟ ايه ده بيقول لك كيب؟ طبعا هتكيب اللي انت عملته في الريفراكشن طبعا. هو هجيب لك هنا تو سايد، يعني تو سايدد يعني في عندك فرونت ماتيريال وباك ماتيريال. الستاره ديك منها شيفون يا كريستين، فالفرونت هيبقى هو الباك. بصي انا مش هلعب في دي خالص لحد ما هاجي اقول لك بعد شويه، وهاجي اعمل ريندر وانت قولي لي انت حاسه ايه في الايفكت؟ هل في فرق ولا لا؟ في فرق، في فرق. ايوه هي دي. يعني لا هي في لا اه مش لا في لا مش يعني لا هي دي اللي باجي افتح الستاره، بفتح الستاره ويكون جاي لي شمس انا اسيبها لحد الاخر فبيبقى في عايز توهم. تسأل شوية كمان، ها؟ عايز تسأل شوية كمان. اوكي ماشي، بس انواع ستاير كتير وشيفون من انواع مختلفه. انا بتكلم على الريفراكشن ده، تمام. بتكلم على التو سايد ده، بتكلم على الجلوينج بتاع الشمس اللي انت شايفه ده. انا هسيبها تخلص. بص لا هي دي اللي انا بشوفها عندي، بس هسيبها تخلص. الصوره وصلت؟ تمام. بص بقى دي الستاره الايه الخفيفه. طب الستاره التقيله
انا كنت جاي عامل داونلود لكتله هي نفس القصه، مش هتختلف كتير، بس مش هيستخدم فيها فولو. تعالى بس ادور هنا على الكيرتن اشوفها هنا كده منزلها اه ولا لا، منزل نسخه اهي كيرتنز دي. اهي. طبعا انت معاك الفايل ده، انت اخر انبساط صح؟ فبراحتك يعني. الحمد الو لله. الحمد لله. ماشي. حتى على فكره ملفات شغلي هي موجوده فيك، هي موجوده في الفولدر. الحمد لله. بص صغر ده كده اهو، خلي بالك انا بلعب في ريشيو كمان وده غلط، انا بحاول بس ايه اقيفها زي ما بيقولوا يعني. كيفها يعني؟ اه بالظبط، حاجه اسكت دي كده اهي واجيبها هنا. طب تفتكر الستارة التقيلة دي ممكن أعملها إزاي أو أشتغلها إزاي؟ ما هي نفس الفكرة بتاعت اللي فاتت، ما يبقاش بس فيه خدي بالك ترانسبيرنسي. اه مش بس هيبقى فيه ترانسبيرنت. ليه بقى؟ لان الستاره التقيله دي اللي هي عامله زي البلاك اوت بتحجب الاضاءه اصلا. انت معايا؟ يعني انا هاجي اعمل مثلا هنا كده شيفت واروح واخد منها هنا كذا نسخه. طبعا الموضوع السيجمنت ده قميء، يعني انت بيتقل لك الدنيا بطريقه غريبه يعني. خد بالك، فهنا شيفت وجاي واخد دي كده، ما اعرفش حد اتعرض لموضوع طول السيجمنت ده عنده في البيت اه ولا. فخلي بالكم، فانا معايا هنا ادي كتله، همسك الاثنين واجي اقول له هنا كده ادي جروب عشان الدنيا تبقى ايه كح، وابتدي اخش على الماتيريال. طيب دي الستاره اللي هي بتبقى تقيله، وانا جايبها قاصد عشان الكسره دي، مش عارف حد شايفها اه ولا لا. تعالى تمام. بس نتكلم بالمنطق كده، تفتكر انت هتحط لها ماتيريال ازاي؟ وايه؟ اساين، خد بالك، واجي هنا شوف هعمل ايه؟ هتيجي تدي لها خامه او ماتيريال؟ ماشي، ادي هنا بيت ماب عادي، لان هي بتبقى تو سايد، بتبقى في الخامه اللي قدام غير الخامه اللي ورا. ولا انتوا ما خدتوش بالكم في اللي عندكم؟ قوم لا بص عليها هتلاقي دي خامه ودي خامه. هنفترض ان اللي قدام هتبقى لونها مثلا اللي هو البني ده او القماشه البني دي. خلاص؟ آه، عايز ادي لها بامب ما فيش مانع، ادي لها خامه او تيكتشر فوتو بيرن. واجي من تحت هنا ادي مابس، واجي اقول له هنا لو سمحت روح اديني هنا بامب بيت ماب، واخد نفس الصوره اللي هي ايوه، بس ازاي الجراي اشتغل بتاعتي. في ظهرها بقى؟ ما هي دي بقى خلاص، انا كده الوش بقى الظهر خلاص. طب ثم معلش، واحنا مش خدنا من شويه اللي هي بتاعت فولو، فاحنا ما جيناش جنب فولو في المره دي، خدت بالك؟ ده جيت هنا في ديفيوز، هتيجي تاخد مين؟ جري ماتيريال، ماتيريال، عشان تاخد جري تو سايدد ماتيريال تو وات سايدد. كيب. اه طبعا كيب، بس خد بالك المره دي بقى مش هتسيب الفرونت هي الباك، هتيجي تشغل مين؟ شغال باك باك ماتيريال. ماتيريال بقى. تمام، وتخش بقى من نون، انا شغال بيري ماتيريال. طب وانت عايز تحط بقى خامه ايه اللي جوه؟ براحتك، تيجي نعملها حرير، هاجي هنا بول اوف ماشي اهي، واجي هنا كده يا كريستين اقول له تعال نعمل لون مختلف خالص بقى، او لون مستفز شويه مختلف عن اللي احنا بنشتغل عشان بس يبقى ظاهر. هاخد دي كده هنا يا جو نبيتي والاحمر اهو كوبي، وانا جاي هنا كده فتح. اهي، واجي العب في دي كده. يبقى انا كده اديت قدام ماتيريال وورا ماتيريال، اللي قدام دي عباره عن قماشه عاديه خلاص، واللي ورا دي عباره عن حديد، والكسره دي هيبان فيها الكلام ده. اطلع بدي كده اهي، كليك يمين بدي سموز اهي، هنا كليك يمين سموز برضك اهي، كليك يمين اهي سموز اهي كده اهي. خلاص هرجع هنا جوتو بير، بس هنا في زيتون وبلاش اقولها الا لما اجي اعمل ريندر. ادي الريندر، بص الصوره كده ايه ده؟ مين عنده ستاره تقيله بتشف كده وبدخل اضاءه؟ حصل ولا ما حصلش؟ كده كده في ما مشكلة في حصلش. الريفلكس بقى. لا هي مش مشكله، بس انت في عندك هنا اهو كده، في عندك عنوان اسمه اللي هو ترانسليوسنسي، اللي هي دي. مش انت هنا حطيت الفرونت والباك؟ خلي الوسيط بتاعهم اللي هو الشفافيه دي اسود، عشان تبقى تقيله 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 زي البلاك اوت، ما تدخلش عندك اي نور، تبقى كحل. هتشايفها؟ سودت. اه، نخليها بقى لما ترندر. لا هي ما سودتش عشان المكان كله معتم، يعني مش حاطط انتير اللاين، خليها لما ترندر ونشوف.
وصلت؟ تمام. اه بص تعالى نفتح الفايل ده. تمام، وكنت انا هاجي هنا او جينا حطينا هنا رقم 7، كان 39,000 او شويه، او يعني على حسب اللي موجود. 39 فعلا. اه بس ده تقريبا فايل تاني. فانا هعمل ايه؟ اول خطوه اكيد هكليك يمين كونفرت، هتلاقي في عندك من تحت، هجيب بس ابعت شاشه الزوم رايت كليك، وهتلاقي في عندك هنا في حاجه اسمها في ري مش اكسبورت مش منه، اكسبورت. واجي احدد هنا مكان حفظ الفايل. بس خلي بالك ده لازم تعمله اركايف لما تيجي تشتغل، هو في اوكي ده اسمه بوكس كذا. وهقلل ساعة لما جه جو حبينا نطمع انا وهو، وقلبناها 500 وقلبناها 200 و10، فاجي اخلي دي مثلا 500 اهي. اوكي، ايه اللي انا استفدته من الكلام ده؟ هو طلع لي فايل اللي هو اسمه بوكس 01 دوت مش. خلي بالك انت عشان تعمل الحركات دي لازم تعملي اركايف وتحفظي كل الشغل بتاعك في ملف مضغوط وانت بتفنش. تمام. طب انا لما ثم جيت كده شفت الملف ده يا دكتور قبل كده، لقيت كام ملف كده ورا بعض، مش ملف كم ايه؟ واحد، نعم، كام حاجه ورا بعض، تحس ان هو اتكسر كده وتقسم كام حاجه مش انت بتتكلم على اصل الفايل ده؟ لقيت ايوه ما مثلا لو هيتكسر. الدبدوب ده مثلا، ليه بقى؟ ايوه طبعا ما هيتكسر، لان هو قدام عينك هيبقى مكسر. يعني اي ادي هنا حاجه دوس وان كليك. الفايل ذات نفسه لما صدرته لما تيجي تجيب الفايل هيبقى ده الشكل المدغدغ بتاعه اللي هو ده، مش عارف انت شايفه اه ولا لا، شايفه؟ لكن انت لما هتيجي تعمل هنا ريندر هتلاقيه بالظبط زي ما هو، زي ما انت كنت شايفه. نعم، دي الميزه اللي هي بتاعت بروكسي، يعني الكلام ده مش هيظهر الا في الرندر. انت عندك اي شجر اي ما هو فيه تكرار تبتدي انت تعمله كده، تعمله في ري بروكسي. وصلت كريستين؟ طب دكتور عندي سؤال تاني. قول. انا يعني مثلا لو عندي سور صغير بس عايزه اعمله، مثلا لو هو مثلا 90 سنتي وانا مثلا عايزاه اعمله 2 متر وجايباه من فاميليز، يعني انا لما جربت اعمله سكيل يعني بقى شكله وحش قوي، البروبورشنز مش ظابطه. ما انا هقول ف لك، بص انت ممكن تستنصحي عليه وتعملي شيفت 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 موف، يعني انت تعمله عمليه تكرار. لكن عملت انت كده بس الفيرتكس كتير كترت قوي. لو تعرفي ترسميه يونت واحده وتكريها ك2D، خدت بالك اللي هي اوكي انيبل ريندر انيبل في بورت، هتبقى احسن كتير، احسن من الرسم، هتوفري كتير قوي. يعني اللي هي انيبل اللي هي زي دي كده، يعني انت بترسمي اي شكل، سواء كان حاجه ملفوفه حاجه مع، يعني فاهمه كده مثلا، واجي اعمله هنا. مش عارف انت فاكر يا هشام الحاجات دي اه ولا لا؟ ادي كوبي جيم تروح انا فين؟ كنت هنا اهو خدت بالك انت اشوف انت كنت عملت حاجه. انا كنت بشتغل على فايل كان 4000 فيرتكس، لما قعدت اعمل بقى كوبي كتير نعم بص، للفنس بقوا 3 مليون ولا حاجة. ما هو انت يستحسن ان انت تعمليها كده، ترسميها ك2D وتعملي انيبل ريندر، الموضوع هيختلف معاكي تماما. يعني خدي بالك، يعني انت لما تيجي تكرريها ادي هنا ادي كوبي اهي، شايفه؟ وابتدي اشكل في شغل الحديد بمنتهى السهوله، يعني تمام؟ ده لما هتيجي تكرريه اي عدد من التكرارات، يعني مثلا حاجه هيراركي افكت بيفوت، بس طبعا لازم اكون عاملها هنا كده جروب عشان يبقى ليها بيفوت واحد، واروح نازل كده مثلا واخرج واجي اقول له هنا شيفت مع روتيت، واعمل العدد اللي على مزاجي، شيفت مع روتيت كده وعملت كده. فرضا افتريت في المنظر بقى عامل ازاي؟ تخيلي دي بقى انت لو جايباها من الكاد او لو انت عاملاها هنا كان فيرتكس. زيرو. وصلت؟ يعني دي في منتهى الاهميه. بس ما فيش طريقة ان يعني اظبط ما بيها عندكيش الا الفاميلي من. ايه بقى، برو اوبتمايزر بقى او في ري بروكسي لحد ما تظبط معاك. اوكي تمام، شكرا لحضرتك. عفوا. ممكن اعمل لك شير يا دكتور سكين؟ اتفضل. حلو قوي، يلا تمام. كويس. بص بقى للشجر، هو لا ده ما انا عايزك بقى تعمل ايه؟ اعمل جروب او اعمل لها اتاتش واعمل لها في ري بروكس، لان هو واصل 5 مليون وشويه، خلي بالك. بالظبط. ما انا كنت عايز اعمل مثلا، يعني مثلا لو عملت دي ديليت، شايف فرق الفيرتكس طبعا ده ما بعد عشان ما عملت برو طيب ماشي، اوبتمايزر؟ ما انت تعمل ايه يا عبد الرحمن؟ هتروح انت عامل واحده وتعمل لها اتاتش عشان يبقى اوبجكت واعد، وفي نفس الوقت هتروح تعمل لها في ري بروكس، هتفرق معاك كتير قوي.
يعني انا ممكن اعمل الاثنين صح كده؟ طبعا اه طبعا، هي يونت واحده بعد كده تكررها خلاص، هيبقى ولا حاجه يعني. تمام. طب دكتور، هو في اللي هو الانفايرومنت، في ان انا اقعد اغير في السكايز اللي موجوده، السكايز فين؟ يعني انا لما بعمل في ري سون هو يعني بيحط لي كان عندك السكاي في ري 6 ولا 7؟ في ري 6 ولا 5؟ خمسة. اوكي، ودي البي ري سكاي اهي، انت عايز تغيري ايه؟ يعني مثلا عايزة أحط حاجة مختلفة عن الستاندرد اللي موجودة، أو أغير الأرض اللي تحت مثلا. لا انت بتتكلمي على الدوم لايت، لا لا، مش في الدوم الباك جراوند اللي هو اوريدي بيحطها لي بتبقى أرض جراي. زي صحراء شوية كده، اه، اه والسكاي بتبقى جريدينت أزرق. هقول لك، بص هي السكايز اللي موجوده لما هتيجي ترسمي اللي هي الانفايرمنت اهي، بص ده شوت جاهز اهو، ادي الشمس، هتلاقي في عندك هنا اهو، ادي السكاي موديل دي كذا واحده، الشكل الاولاني ده المنظر بتاعه، شايفه المودلز اللي موجوده، بيغير لك بس السكرين بتاعتك، هل هي تبقى اللون الاورنج بتاع المنظر الشمس عامل كده، هو مديكي كذا واحده ستاندرد، بص دي شايفه؟ دي الستايلز اللي هو المديها لي، عايزه تغيري اللي هي منظر واشعه الشمس ولون اشعه الشمس، الفلتر كالر اهي وغيري، شايفه؟ طبعا البي ري 6 احسن كتير، هتلاقي في عندك الكلاودز موجوده وحجم الكلاود وانتشارها وشكلها، موضوع مختلف تماما. طب ما فيش حاجة ممكن أجيبها أنا من عندي وأحطها؟ دوم لايت بقى لو انت خمسه، دوم لايت دوم لايت. اه أوكي، بس مش سيبه.